بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي حبايبي وحشتوني. بص بقى، ورقة المفاهيم هي مش ورقة على فكرة، هو كتيب مفاهيم هتاخده دورك في اللجنة تتعامل معه في اللغة، فده لازم انت عارف ملم باللي فيه وايه اللي ناقصه، لان مش هديك كل حاجة في اللغة طبعا، ومستحيل يديك كل حاجة في اللغة، تمام؟ وعمل استرس بقى على ايه؟ على الجرامر وعلى ايه؟ بانكتويشن ماركس، علامات الترقيم. فنمر كده عليه سريع، ولاحظ ان انا بقى ايه؟ بعرفك المحتوى، يعني مش بشرح بالتفصيل وهقول لك ايه اللي ناقص وكده فيها، فتاخد بالك منه. طبعا هو بدأ بالباست سيمبل والباست كونتينوس، باست بيرفكت اند باست بيرفكت كونتينوس. طبعا دي ازمنه اليونتات الاولى، تمام؟ يعني لازم تعرف ايه المحتوى وايه اللي ناقصها. واظرف حاجه في السنه من السنه ومنزله مفاهيم دي للطالب، يقول يا مستر ورقه المفاهيم نازله كلها بالانجلش، مفيش عربي خالص. ما مش هكتب لك حاجه عربي على فكره، ما انت كنت فاكر اني هشرح لك بالتفصيل وكتب لك بالعربي زي ما بنعمل في ملازمنا واستخدامات الماضي البسيط وعاده، ولا مش هتلاقي كده. هو بيكلمك على اساس ان انت بتقرا انجلش وفاهم، فده اللي الصعوبه اللي انت هتواجهها، ان انت عايز حد يفسر لك الكلام ده. اصلا مش هتلاقي عربي، ده لازم تبقى ملم بده. uses of past simple، هو داخل على الاستخدامات على طول، انت المفروض عارف الماضي البسيط بقى اللي هو second form وكده الشكل الثاني. actions which started and finished in the past، وبديك امثله اهو، she lived in new york for 3 months only، ومديك النفي بتاعها بايه بقى؟ بديدنت. شايف النفي اهو؟ بديدنت live in Paris. ومديك امثله، بيقول لك my uncle returned from Algeria in 2010. هو بيكلمك على الباست سيمبل اهو، في سنه ان وسنه في الماضي زي ما انت شايف. اما نجيبها في السؤال اهو، did you visit، did ومصدر خلي بالك، did you visit the new administrative capital museum، زرت متحف العاصمه الاداريه الجديده اهو، a week ago. شايف اجو من كلمات الماضي البسيطه اهو. بيقول لك ايه تاني بقى؟ a sequence of actions or events، يعني هو بيعبر عن ايه؟ تتابع لاحداث، ماشي. she finished her degree، خلصت. then خلي بالك then ايه؟ ثم moved back to Egypt، رجعت مصر تاني. repeated actions and happened in the past، احداث متكرره وعادات. طبعا احنا قايلين الكلام ده في الملازم بالعربي وكده وشارحينه بالامثله. هبه wrote lots of novels during her 30s، كتبت روايات وكده. wrote طبعا write wrote written، catch caught caught، fight fought fought، swim swam swam، drink drank. فكر اهو الازمنه اهي. كريم didn't like going swimming when he was little، هو صغير كده ما كانش بيحب يروح يعوم. did you often paint picture at primary school، عادي في السؤال علامه الاستفهام اهيت، وبدي لك بتدي وفعل في المصدر. past habits، العادات بقى هنا بيقارن لك بيوز دي تو، بس خلي بالك هنا بقى هو ما جابش حاجات تانية، يعني مش بيشرح لك الجرامر بالتفصيل وداخل لك في تفاصيله، لا. بص هناك past habits بيكلمك على العادات اللي في الماضي بقاعده used to و didn't used to، لما تجرم فيها بتنفيها ب didn't used to. to describe situations and regular habits in the past، عادات اتكررت في الماضي. people used to، شايف بعدها infinitive مصدر، a lot of rubbish on the beach. they didn't used to، لما ننفيها بننفي ب didn't اهو، وبنشيل الدي منها اهو، تمام. a sports center in our town. to compare the past and the present، بقاعدة يوسف انت بتقارن الوضع الحالي، الماضي في الماضي والوضع الحالي. my father used to stay up late when he was young، بابا كان بيسهر زمان. but now انا بقارن اهو، ولكن الان he goes، لاحظ ان بجيب present simple اهو، وهنا بجيب used to stay، ها used to stay، فده جايب لك الباست هابت. لاحظ هنا بقى وانت بتذاكر بقى، يعني ريت تكتب الكلام ده وراي، ان ما جابش used to اللي قبلها a verb to be، am is are، اللي بيجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي والناون اللي تعبر عن عاده وما زالت مستمره. نادر از يوزد تو سموكينج، وقلناها ان ما زلت بدخن، خلي بالك دي مش هتلاقيها، مش موجوده هنا. كما ذلك ووز وير، قبل يوز تو بعدها فعل مضاف له اي ان جي، وناون عاده في الماضي برضو وانتهت مع اختلاف دي بعد اي ان جي، خلي بالك. هنا برضو بيستخدم وود، وبرضو ما عملش ستريس قوي على الفروق بين وود ويوز تو، فانت تضغط على النقطه دي. would plus infinitive بتعبر عن تكرار شيء. to describe past habits and typical behavior not to describe past situations، يعني مش موقف استمرت جامد، يعني would استخدامها محدود دايما. in the past we would go to the seaside but this summer we decided to go to the village instead. I asked my brother to volunteer and يتطوع with me many times but he wouldn't، واستخدام wouldn't في النفي بسيط يعني، فانت تعرف الحوار ده. هنا ما جابش استخدام، ما جابش ان would ما تجيش مع الستاتيف فيربس، او would have، ها
when I was a young man وكنت صغير كده I used to have dark hair ما ينفعش I would have ما ينفعش I would be naughty اللي هي استاتيف فيربس ما تجيش مع would هو ما عملش على ستريس هنا برضه uses of past continuous دخلنا على الماضي المستمر اللي هو was the adverb plus energy to speak about an action that was in progress in particular time in the past لحظة بتكلم بسرعة عشان ألحق أقول لك اللي فيها ما ناخدش وقت to speak about an action that was in progress الماضي المستمر اللي هو was where the adverb plus ing وما جابلكش حتى تكون ودخلك على استخدامه على طول that was in progress in the time in the past يعني حاجه كانت مستمره في وقت معين اهو I was doing my homework at 9 p.m. yesterday ارجع كده للملازم تاني قايلين في وقت محدد في الماضي الماضي المستمر an action that was already in progress when another action took place ها حدث قطع حدث Amira was studying in Cairo when she met past simple اهو ماضي مستمر اهو الماضي البسيط when while عادي بقى الاثنين هنا ممكن يتبعوا بالماضي المستمر when while I was walking to school I saw a terrible accident وانا رايح المدرسه شفت حادث حدث قطع حدث two actions in progress in the past at the same time حدثين حصلوا في نفس الوقت while I was listening to the center I was making notes to the lecture وانا بسمع المحاضره بدون ورا المستر زي ما انت ممكن تكون بتسمع وبتدون استخدم بقى بقول لك use during not while before a noun ودي قلناها ان during تيجي قبلها ايه يجي بعدها noun I met two of my old friends during the party during the match during the game during the trip during breakfast during lunch during holiday during بعدها noun هنا برضو خلي بالك ما جابش استخدام while بعدها verb plus ing لو الفعل اتحذف والفعل يبقى واحد في الجملة ان during بيجي بعدها noun اهو ماشي لكن ما جابش while بعدها verb plus ing وبرضو وين كانت تطبع ب ing بس ما اقول لك ايه بقى في حالات اللي هي بقى الحالات اللي فيها عادات بقى مثلا on when visiting Paris I stay أنا بقعد كذا ممكن when برضو يتبع بعض ING وكذلك why uses of past perfect استخدامات الماضي التام بقى for actions or events which happened at earlier time when another event in the past اللي هو ايه الماضي التام اللي هو هدو تصريف تالي we often use it with adverbs and time expressions such as after جايب لك after before once when until already الاخ I apostrophe دي اهي ده اختصار هاد finished all my homework so I decided to play tennis خلصت رحت العب تنس حدثين حدثوا في الماضي الحدث الاول ماضي تام والحدث الثاني ماضي بسيط وجايب لك بقى when the journalist arrived to do the interview the party had already left الناس كانت لسه ماشيه once لحظت I had read the book ما خلصت الكتاب I understood what she had achieved we didn't hear until we didn't hear about the earthquake until we had read ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام no sooner ادي no sooner اهو I had no sooner no sooner I had no sooner remembered than اللي هي لم يكن حتى بس هو بقى ما جابش هارد لي وين ولا سكيرسي لي وين وات وزنت انتل اكتب ده ات وزنت انتل وبعدها باست بيرفكت ذات باست سمبل وات واز اونلي وين ما جابهاش وباي وسنه في الماضي ماضي تام كل الكلام ده ما اكدش عليه هو بيديك خطوط اساسيه كده no sooner than hard لي وين وسكيرسي لي وين قلنا معناها لم يكن حتى My father was angry because I hadn't followed his advice. هذا الباست بيرفكت. بيقول لك لاحظ هنا بنجيب فيرب بلس ان جي بعد افتر وبيفور لو ما فيش سبجكت. اهو بيفور جوينج هوم I had bought some bread. وافتر برضه افتر بلاينج افتر واتشنج افتر سويمنج. لاحظ الماضي التام عامل ستريسات على حاجات بسيطه وما جابلكش التفاصيل في حاجات ثانيه موجوده عندك. باست بيرفكت كونتينوس اللي هو الماضي التام المستمر اللي هو هاد زائد بين زائد فيرب بلس ان جي اهو. She had been waiting. For a long time when I arrived بيقول لك انتظرت مدة طويلة استمرار الماضي التام المستمر بيؤكد على الاستمرارية في الماضي حدث استمر قبل حدث تاني Had you been watching TV الاستفهام اهو When the stranger knocked on the door Had you been waiting for a long time when I arrived كنت منتظر مدة لما وصلت Uses of past perfect continuous بيقول لك to emphasize يعني يؤكد that the activity had been continuing for some time before another action in the past خلي بالك مفيش عربي بيقول لك اهو بيقول لك عشان يؤكد ان حاجه حدث استمر قبل حدث تاني قارن بيقول لك I studied before I went to bed انا ذاكرت قبل ايه قبل ما اروح انام يا لكن بقول ايه بقى I had been studying
فور تو اورز اهو اللي احنا اكدنا عليه ان في استمراريه بيفور اي ونت، يبقى الماضي التام المستمر بياكد على استمرار الحدث قبل حدث ثاني. تو توك اباوت هاو لونج سمثينج هاد بين هابينج، المده في ابوستروف دي طبعا اختصار هاد بين ستادينج فور فور اورز وين ذا كمبيوتر بروك داون، يكاد عدد بتذاكر اربع ساعات لما الكمبيوتر اتعطل. الحته دي مهمه قلناها وعامل عليها ستريسها. نوت، لاحظ دون يوز ذا باست بيرفكت كونتينوس وين يو سي وين يوز سنس فيربس، افعال الحواس والمشاعر والتفكير والحاجات دي لا تاتي في الازمنه المستمره بشكل عام. الجمله اللي كتبتها على السبوره مليون مره وعمال اقول لكم لو فاكر 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 ارجع كده هنا اهو. بص يا باشا، don't use the past perfect continuous when you use sense verbs افعال الحواس or say how many times او ذكرت عدد مرات. لو ذكرت عدد مرات حدوث فعل في الماضي قبل حدث تاني ما تجيبش ماضي تام مستمر. طب تجيب ايه؟ ماضي تام عادي اهو. بص يا باشا، you did reported the action. I had sent، انا بعت، ما قالش I had been sending 10 emails before I left his office. عدد مرات اهو. I had known each other. They had known each other for 10 years before they became partners. قبل قعدوا يعرفوا بعض 10 سنين قبل ما يبقوا شركاء. الجملة دي لو رجعت هتلاقيني كاتبها لك مليون مرة. Present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. الأزمنة عندك يا باشا بيقول لك بقى استخدم الأزمنة دي. Present simple المضارع البسيط اللي هو المصدر. Use of the present simple for actions, facts or for situations that are was usually true. اللي هي الحقائق بقى. The moon orbits the earth. القمر بيدور حول الشمس. We live، احنا بنعيش. In the city center of Cairo. For habits and repeated actions، افعال تكررت. Children often help their parents and grandparents to do things. حداد في الماضي. Frequency، ده المضارع البسيط اللي هو المصدر والتصريف الاول يا ابني. Use frequency adverbs اللي هي ظروف التكرار with present simple verbs to say how often something happens. Common frequency adverbs اللي هي never و sometimes و often و usually و always خدناهم. Frequency adverbs are usually before the present simple، يجوا الكلمات دي قبل الفعل الاصلي اهو. We always help our parents when they are busy. Frequency adverbs come after the verb be، بس بيجوا بعد verb to be، يعني هم بيجوا قبل اي فعل في اللغه الانجليزيه لكن بيجوا قبل فيرب تو بي، بعد فيرب تو بي. اتس يوجوالي اهو بجايه بعد از، بعد فيرب تو بي، لكن انا اولويز هتلاقيها جايه قبل الفعل. وي اولويز هيلب ويوجوالي جو هكذا. وي يوز بريزنت افتر تايم كونجنكشن تو اكسبريس ذا فيوتشر، دي مهمه جدا بقى ان المضارع البسيط بيستخدم بعد ادوات الربط الزمنيه افتر وبيفور وتيل وانتيل وباي ذا تايم واز سون از وانس وز ا مومنت وز ا داي، بعدها بريزنت سمبل او بريزنت بيرفكت والحدث الثاني فيوتشر لو عبر عن حدثين هيحصلوا لسه في المستقبل. Both the present perfect simple اهو. We use present simple after time conjunction. After Jack reaches London he will send us an email. خلي بالك المفروض سندي تبعد عن قص شوي اهو. After Jack بعد ما يوصل لندن هيبعت لنا ايميل، يبقى الحدثين لسه هيحصلوا في المستقبل. مضارع بسيط وبعدين مستقبل. Both the present perfect simple ممكن المضارع التام العادي اللي هو have وهذا تصريف ثالث والبريزنت ها and the present perfect continuous. ها both the present perfect simple has or have and the present perfect continuous المضارع التام المستمر has or have زائد تصريف ثالث و has or have زائد بين زائد verb plus ing connected to the present to talk about a situation موقف حالي حدث في الماضي وما زال بيأثر. The actions ودخلك على المضارع التام والمضارع التام المستمر هيجي بعدهم يشرحهم بالتفصيل دلوقتي. The actions are either still happening they finished a bit time ago or they have a direct effect اللي هو المضارع التام والمضارع التام المستمر. The present continuous المضارع المستمر بيقول لك use the present continuous am is are present verb ing ده to describe a temporary situation موقف مؤقت. خلي بالك ما فيش عربي اهو. That's happening now حاجه بتحصل الان زي ما انا بشرح دلوقتي اهو. I'm staying in Paris for 6 months in January بقعد فتره مؤقته هناك. To describe a current situation which is different to a past situation. Young people aren't talking to each other on the phone these days. الشباب ما عادوش بيكلموا بعض في التليفونات كتير يعني. To describe an action happening at specific time in the future. دي بقى مهمة ان المضارع المستمر لو تفتكر بيعبر عن الفيوتشر مع الايه؟ مع الترتيبات. We are traveling to London tomorrow. We have got our visas and booked our tickets. حجزنا وظبطنا كل حالنا فهنسافر. To describe an action that people do again and again. دي بقى مضارع مستمر يعبر عن الخنقة زي ما قلت لك لو تفتكر من تكرار حاجة. Why is he always making so much noise?
هو ليه بيعمل دايما الضوضاء دي؟ ستاتيف فيربس اللي هي خدتها السنه اللي فاتت دي، خلي بالك الافعال بتاعه الايه، الحواس، الافعال الثابته اللي ما فيش فيها دايناميك، ما فيش فيها حركه. Uses of ستاتيف فيربس فور ثوتس اند اوبينيون. ثينك، افعل ذا ثينك، ونو، ثينك اللي هو يعتقد، ونو يعرف، ومين، وامجن يتخيل، وبيليف يعتقد او يصدق. I think Alexandria is a beautiful city. أعتقد أن إسكندرية مدينة. ده الأفعال دي ما تجيش في الاستمرار يعني. عايز أقول لك هنا. For feelings and emotions. زي الأفعال اللي بتعبر عن المشاعر. Like و love و miss. Wish. يتمنى. Want to read. We miss our parents when we are far away from them. بنوحشونا وكده. To describe how you see the world. Hear. يسمع. See. يرى. Look. Smell. Taste. That chicken smells delicious. الدجاجة دي أو الفرخة دي المعمولة دي رائحتها جميلة. For possessions and measurements. للامتلاك والقياسات. Belong ينتمي إلى. Have يملك. Measure يعني يقيس، وبتجي بمعنى اللي هو له إيه، له طول كذا. Way يزن. That pencil belongs to me. Belong to me الأفعال التي لا تأتي في الأزمنة المستمرة. Can you give it back to home please? We cannot use the static verbs in the continuous form. عايز أقول لك أن الأفعال دي ما تجيش في الأزمنة المستمرة. I want to study abroad when I am older. أنا عايزي بقى أدرس برة. I want. ما لكش I am wanting. الصيغة دي ما تنفعش. بس هنا في ملحوظة بيقول لك إن بعضهم ممكن يجي. خلي بالك. Some verbs can refer to states or actions depending in the country. I enjoy living in Barcelona, Spain. يبقى أنا بتكلم بشكل عام. Preeminent situation. موقف خاص بقى ممكن أجيبها. I am enjoying my holiday in Barcelona. هنا describe an action. That's how I'm feeling, behaving at the moment. Why do you think I should wear? هنا think يعتقد، فما تجيش. لكن لو جت بمعنى يفكر بتيجي. I'm thinking about spending my holiday. قلنا لو تفتكر الأفعال دي بعضها ممكن يجي في الاستمرار. زي see. ما ينفعش أقول لكم I am seeing you now، أو I can see you، أو I see you. تمام؟ لكن لو جت بمعنى يقابل أقول I am seeing my doctor tonight، يعني I am meeting، فممكن تيجي في الاستمرار عادي. البريزنت بيرفكت سيمبل قلت لك، والمضارع التام العادي هو بقى ذا اللي هو هاز وهاف. ذا التصريف تالي. The focus is on the result of the action. بيركز على النتيجة. I have worked here for a long time so I can show you what to do. أنا اشتغلت هنا كتير فممكن أوريك تعمل إيه يعني. The action is to work and the present perfect simple used to focus on the result. بيأكد على النتيجة. Of working in the present. أنا اشتغلت وبناء على ذلك بقول لك هو. Can show someone else how to make something. Actions that have result in the present. He is happy. هو سعيد ليه بقى؟ ليه هو سعيد؟ He has scored a goal in the match. سجل هدف. يبقى المضارع التام هو بيفسر لك ليه يعني. Uses of present perfect. Actions that started in the past and still continuous. I have started French classes. أنا بدأت حصص الفرنسا وما زلت. I'm still going to them. We have done a lot of work today and we are still working. Experiences often with ever and never. استخدام ever ونever. Have you ever interviewed a famous person? هنا I have never been. never للنافية خلي بالك. بس برضو ما جابش استخدام ever في صيغ التفضيل. Nader is the tallest teacher I have ever seen. اكتبها دي انها مش موجودة وخلي بالك. Actions which haven't happened often with still or yet. يعني احداث ما حصلتش. I haven't developed the treatment yet. في النافية في النهاية اهو. سلمى still hasn't won. ما زالت لسه ما كسبتش. Periods of time which sensor for. بس استخدام sensor for برضو مش هتلاقي مركز على كل تفاصيلها. She has played football since she was. اهي since قبلها مضارع تام وبعدها ايه بقى ماضي بسيط. Since her childhood. Since تطبع بايه بناون. My childhood. My birth. ميلادي. I have lived here abroad for. خلي بالك for جاي بعدها المدة كاملة اهو. Note. Since 3 o'clock. بقول لك لاحظ ان since 3 o'clock منذ الساعة الثالثة. لكن for 2 hours. For يجي بعدها ايه المدة كاملة. When we use the present perfect simple we don't say when an action happened but we can say how long. احنا بنأكد. بيقول لك مش بيأكد الحاجة حصلت امتى، هو بيؤكد على طول المدة. Still happening has happened for example since 2008 or for 5 years. We cannot use the verb to be and the other verbs like no. اللي لسه لنا قلناها مع الماضي التام المستمر برضو ما يستخدمش هنا. الأزمنة دي ما تستخدمش مع الأزمنة المستمر. الأفعال دي ما تستخدمش مع الأزمنة المستمر. I have known اهي
اللي بالك الجمله دي كتبتها لكم على السبوره كذا مره. I have known him for years not I have been knowing. الصيغه دي ما تنفعش تيجي اهو، خلي بالك، لان دي من افعال الايه المشاعر والتفكير والحوارات دي. The present perfect المضارع التام المستمر بقى اللي هو has و have زائد been زائد verb plus ing. بقول لك the focus on the activity itself، عن النشاط نفسه مش عن النتيجه، بأكد على الاستمرارية هنا. And this is usually an activity that someone has been doing either all the time or regularly. حاجة استمرت وكده، مزارة ايه مستمرة. For a specific period of time، لمدة محددة. نفسي بص مش عم اتكلم او ما اكد اقول لك ان انت تقرأ الانجليش باللغة الانجليزية، مش كل حاجة مترجمة عشان كده تتعود على ده. We also use time expressions with sense or for to say how long an action has been happening. برضو مع sense or for. We have been interviewing a lot of people about their experiences. احنا بنعمل لقاءات مع الناس وما زلنا بنعمل انترفيو. محمد has been doing some research in that area. اهو has been doing وما زال بيعمل. I have been working on this project since January. شغال في المشروع ده من يناير. اهو ما زلت شغال. بيقول لك use the present perfect continuous to focus on the reason. على السبب. He is tired. ليه؟ Because he has been working. خلي بالك لان في تشابه هنا بينه وبين المضارع التام العادي، بس بيقول لك all day في استمراريه اهي، يبقى has been working. الفيوتشر برضه هنا الفيوتشر بياكد، بيقول لك بيستخدم ايه بقى الفيوتشر؟ لازم هنا بتاعه المستقبل اللي خدناها، بس هنا برضه مش داخل في تفاصيلهم، بديك خطوط عامه لازم تبقى عارف كده. Encloses with after once when or normally use the present simple to talk about the future. ودي حتة مهمة، قلنا مجاميع الروابط الزمنية after before وtill وuntil وby the time وas soon as وif وunless، كل أدوات الربط الزمنية إن المضارع البسيط بيجي بعدها اللي هو التصريف الأول، أو المضارع التام اللي هو has وhave زائد تصريف ثالث، والناحية الثانية future للتعبير عن حدثين لسه هيحصلوا في المستقبل. After I finish my homework، بعد ما خلص الواجب I will sleep، أو after I have finished. فهنا بيقول لك أهو encloses with after once when normal use the present simple to talk about the future. When I finish out لما خلص my studies I will go and live abroad، لما خلص دراستي اسافر وخلص. Sometimes however we use the present perfect، واحيانا بنستخدم المضارع التام بس هو ما قالكش استخدامه اللي هو has، ما قالكش قصدي تكوينه has و have زائد ال past participle of the verb. بيفترض فيك ان انت عارف ده. Once I've done I have هي the research I will write the report، بعد ما خلص البحث ده هكتب التقرير. After she has finished ده أو finishes her degree she will get، حدثين لسه هيحصلوا في المستقبل. Common mistakes أخطاء عامة بقى، إن أنت تجيب بعد أداة الربط future. أوعى، وقلت لكم الكلام ده بالتفصيل لو في الحصص، أوعى تجيب بعد أداة الربط future. بديل الفيوتشر هنا يا present simple يا present perfect. When I will get، ما فيش حاجة اسمها when I will get على طول بعد أداة الربط مستقبل. I will tell you now، لا، when I have got present perfect مضارع تام I will tell you. I will keep researching أهو مضارع إيه؟ ده مستقبل أهو، will زائد المصدر أهو. Until I will discover، ما قولش I will، ما فيش بعد until مستقبل، يجي بعدها I will keep research. شايف الجملة جميلة إزاي؟ Until I have discovered مضارع تام أهو، أو I discover مضارع بسيط a cure. أنا هستمر في البحث لحد ما أجد شفاء أو دواء لهذا الحوار. Talking about the future بقى، we use the future simple will we want زائد في present will أو will زائد المصدر أو want زائد المصدر ليه سوف أو سوف لا. For predictions تنبؤات with no evidence بدون دليل. Quick decisions، شفت الإنجليزي حلو إزاي إن أنت تتعلم إنجليزي، مش مكتوب قرارات سريعة. تنبؤات وعايز عربي في كل حاجة if اهو المفروض تتعامل مع حاجات في الانجليش. اوفر عرض ريكويست طلب، كل ده لو تفتكر استخدامات ويل اند فيوتشر فاكتس والحقائق الخاصه بالمستقبل. In 10 years time the world won't be very different، العالم مش هيكون مختلف. Will you finish جبالك في صيغه السؤال اهو the article by the end of the day. I we will see more and more reports in the shops in the next few years. It's hot. الجو حر. I will turn on the fan. قرار سريع لو فاكر. Don't worry. ما تقلقش. I will help you clean this mess. مس يعني فوضى او لخبطه يعني في اوضه كده يعني عدم نظام. فده استخدامات will العاديه اهو. The future continuous will or won't be verb plus ing. المستقبل المستمر يا باشا اللي هو will
او want زائد be زائد verb plus ing. For even that will be happening قلنا لكم بتأكد على فترة على وقت محدد هيستمر فيه المستقبل حاجة. This time next year I will be living in Spain. في الوقت ده السنة الجاية هكون عايش. At 6 o'clock tomorrow الساعة 6 بكرة I will be sitting on the beach هكون قاعد على الشط. يبقى حاجة لسه تكون في المستقبل. I won't be going to that school next year. I am on sick leave. Sick leave يعني أجازة مرضية على فكرة. ده تعبير جميل قوي. Sick leave. ده اكتبه ياد. اكتب ياد. اكتب ياد. اكتب. اكتب. Use the future perfect. مستقبل التام بقى. Will I won't. على فكرة حاجة حلوة. أنا بقول لك المفاهيم اللي فيها وكده. بنراجع الجرامر تاني مراجعة سريعة كده على الخطوط الرئيسية. فكر نفسك بيه. وبرضه عشان تبقى هيبقى ده معاك. فتعرف تتعامل معاه. جالك سؤال تعرف تروح. تروح في معرف مكان وراح فين تراجع بسرعة تجيب الإجابة لو أنت ذكي بس مش تلاقي موجودة نص بتستدل وتستنبط. The future perfect will want to have past participle will أو إيه أو shall زائد have زائد تصريف ثالث. دي بقى action or will or want to be complete. يعني أحداث هتكتمل يا مش هتكتمل في future في وقت معين. Before the end of this century قبل نهاية القرن ده they will have found life on other planets. هيقولوا وجدوا حياة على كواكب الأخرى. يعني هيكون وجدوا الحدث هيكون اكتمل. Will they شوف بقى صيغة استفهام. Will they have found a cure by وسنة في المستقبل لو تفتكر قلنا مستقبل تام. I won't have finished typing the report by the time you get here. I won't مستقبل اهو اهو مستقبل تام وادي أداة الربط by the time بعدها مضارع بسيط اهو. Phrasal verbs بقى وهنا بيقول لك الفريزال فيربس برضه انا مش جايب لك الفريزال فيربس بالتفصيل ومعنون بالعربي مش هتلاقي كده. فريزال فيربس الافعال الظرفيه الافعال بتاخد حروف جر هو شرحها لك بالانجلش. فريزال فيربس ار فيربس ويتش كونسيست اوف ا فيرب فولود باي وان اور تو بروبوزيشنز بعديه حرفين حرف جر يا حرفين. The combination of the verb and the preposition in phrasal verbs creates a new meaning. بيوجد لك معنى جديد. And different than the meaning of the verb and the preposition on other in their own. يعني الحرف زي مثلا ايه pass يمر. دي لوحدها معناها يمر. يمر. يمرر الكورة. باص زبور يباص الكورة. باص اكزام ينجح في الامتحان. لكن كلمة pass away دي معنى مختلف تماما. دي معناها يرحل يعني يموت. My grandmother جدتي passed away last year. رحلت ماتت السنة اللي فاتت. فالمعنى متغير خالص في الفريزال فيرب. هو ده معناه ان بيقولك معنى بيتغير خالص. Look. Look into غير look for غير look up غير look after. Put on غير put off غير put out. وانت واخد الكلام ده. Put on يرتدي. Put off يؤجل double F. Put out يطفي نيران. Separable phrasal verbs بينقسموا نوعين. Separable افعال ظرفيه قابله للانفصال وinseparable phrasal verbs افعال ظرفيه غير قابله للانفصال. The verb and the prepositions in some phrasal verbs are always separated by a noun and these are called separable phrasal verbs. بتنفصل بالاسم. The noun comes in between بيجي في النص كده ما بين ايه الحرف الجر والفريزال والفيرب and the preposition. Turn up هو مثلا. Can you turn the sound up منفصلين اهو. Turn the sound up ممكن اقول turn the sound turn up the sound turn the sound up. I can hear it. Inseparable بتنفصل عادي. Inseparable the verb and the preposition some phrasal verbs are never separated ما بينفصلش ابدا by a noun and these are called inseparable phrasal verbs. The noun always comes after والاسم بيجي بعد الفريزال فيرب. Look into مثلا ليه يتحرى ويتحقق. Let's look into other ways of having a virtual meeting نتحقق ونشوف حلول اخرى للمقابلات الافتراضيه. يبقى look into اهو بعدها المفعول مش هينفصل. Catch up I need to catch up with عايز ألحق أخلص الواجب. Catch up with my homework أهو الاسم بعدي هو ما تنفصلش. In some phrasal verbs the verb and the preposition can be either separated by a noun or not but the meaning is إيه the same. في بعضهم بقى بيختلف المعنى. Turn off can you turn your camera off أهو هي can you turn off your camera المعنى ما اختلفش هي هي. تعال هنا بقى. But with some phrasal verbs the meaning is different. في بعض الافعال معنى بيختلف. When the verb and the preposition are separated by a noun. يعني بقول لك مثلا from when they aren't separated by a noun. I can still pick up my little sister. دي معناها ايه pick up my little sister؟ يعني انت تلقط اختك من على الارض كده تلتقطها بيقول لك اهو. To physically move someone or something upwards. بقول لك pick that paper up هات لنا الورقه دي من على الارض.
We are going to pick my aunt up from airport tomorrow. هنا هوصل هجيب عمتي من المطار. To meet someone, المعنى اختلف تماما. And then take them with you to another place. هنا برضو هتلاحظ ما جابش فريزر فيربز بقى بتفاصيلها وقال لك كلها معانيها. لا ده بيديك خطوط. Verb patterns with general and infinitive. هنا بقى بيقول لك الافعال اللي هي بتيجي بعدها to زائد المصدر والافعال اللي بيجي بعدها verb plus ing. When two verbs are used together, the second verb is either in the gerund. يا اما نجيبه gerund يا اما verb plus ing اهوت يا اما to زائد المصدر. Verbs that are always followed by the infinitive. اللي بيجي بعدها الانفينيتيف اللي هي decide بيجي بعدها تو زائد المصدر اللي هي ايه يقرر encourage يشجع need يحتاج seem يبدو try يحاول want يريد arrange يرتب الافعال دي انت بقى واجريه يوافق وهوب واكسبكت يتوقع وبلان واوفر ولير كل ده هتلاقيه موجود في الملازم عندك وي decided تو decide تو بعدها مصدر اهو دي حاجات مالهاش غير حل انها تتحفظ the book seems to to be to زائد مصدر في افعال ثانيه are always followed by gerund الافعال بقى اللي بتتبع بقى ing المرصوصين عندك في اليونت avoid يتجنب enjoy يستمتع finish ينهي miss يوحش او يفتقد recommend يوصي بي admit يعترف deny ينكر we should avoid looking اهو بعد ing دايما verbs that can be followed by the gerund or infinitive قلنا في افعال ثانيه بتتبع بتو زائد المصدر او الجيرند some verbs can be followed by other gerund or infinitive too and the meaning stays the same والمعنى بيظل مختلف قصدي بالمعنى يظل زي ما هو ما فيش معنى مختلف خالص زي continue يستمر وهيت يكره ولايك يحب وستارت يبدأ الاثنين صح we will continue looking for the photos until we find them we find them we will continue to look يا اما to look يا اما looking الاثنين صح بس خلي بالك انا ما قالش بقى الحوار اللي عندك في البتاع في اكتبه في الملزمه دوت اللي هو بمعنى عام وبمعنى خاص لما اقول اي لايك ستينج ان شارمي ده على طول لكن اي لايك تو ستي ان شارمي يبقى في مناسبه خاصه لو سبكوا بابوستروف دي هنا الافعال دي لو سبكت بابوستروف دي يبقى بعدها ايه بقى مصدر اي وود بريفير او اي وود لايك يبقى تو دي حته دي ما قالهاش اكتبها عندك ان مش موجوده في البتاع وركز عليها اي وود لايك يبقى بعدها تو مصدر ده هنا الاول ابوستروف دي اختصار وود Some verbs can be followed by either gerund meaning changes. ده بقى اللي بيتغير معناهم وخدناهم مليون مرة. Stop, remember, forget, regret, try. بقول لك when I ايه? I run. I need to stop to take. Stop to قلنا بيتوقف عشان يعمل حاجة. بتوقف تاخد استراحة دي stop doing an activity so you can do another. بتتوقف عشان تعمل حاجة تانية. لكن let's stop thinking. نبطل تفكير يعني نبطل خالص اهو. Of ideas now and start making a plan. يعني stop doing. دي اللي احنا شرحنا. قلنا stop to بتوقف عشان اعمل حاجة. Stop ing بتوقف توقف عن فعل الشيء. Please remember to bring your digital camera tomorrow. افتكر ان انت تفتكر افتكر الاول وبعد كده اعمل. يعني don't forget to bring it. ما تنساش تجيب الكاميرا. I remember meeting. Remember لو تبع باي ان جي زي ما قلنا this man last year at the wedding. انا شفته في الايه في زفافه كده. I saw this man last year. شفته بعد كده افتكرت. فالمعنى مختلف. I regret wasting يبقى انا ندمان اني ضيعت زي ما قلنا. I regret all wasting my money. Now I have no money to buy this t-shirt. انا ندمان اني ضيعت الايه؟ ندمان. I regret wasting all my money. يبقى انا ندمان على حاجه حصلت يعني. I'm sorry because I have wasted لاني ضيعت خلاص في الماضي. Regret to لو قلت لك انا بندم اني هقول لك هبلغك that you have not been accepted ان انت ما اتقبلتش. يعني we are sorry to tell you احنا اسفين نقول لك. We regret to tell you لما قلت لك احنا قاعد في المطار ومستني فاقول لك we regret to tell you ان الطياره ايه؟ الرحله has been ايه؟ canceled the flight او زي ايه؟ الرحله بتاعتك اتلغت يعني. Try taking this medicine لما يجي بعد try يا باشا ها لما يجي بعد تراي الاي ان جي انت بتجرب اهو تراي سمثينج از ان اكسبيرمنت تو سي اف ات وركس تراي وبعدها تو بتحاول وبتبذل مجهود اتس فيري ديفيكلت حاجه ايه تراي تو انفينيتيف مينز ذات سمثينج از ديفيكلت بات يو ميك ان ايفورت ان انت بتحاول تعمل مجهود عشان ايه خلي بالك وما جابش الفعل فورجيت هنا برضو خلي بالك ما جابش فورجيت الفعل فورجيت ما شرحوش هنا على فكره الفعل فورجيت يا ريت تكتب ده بعديه تو زائد مصدر انت نسيت تعمل حاجه فورجيت تو باي ماي وايف ا بريزنت نسيت اعمل ايه اشتري هديه لمراتي يبقى ما عملتش الحاجه دي لكن فورجيت بعد ان جي انا عملت الحاجه بس ناسي ان انا عملتها دي بقى سيم ومين وسبوز دي موجوده في سنه ثانيه وجايبها في المفاهيم اهو سيم يعني يبدو او يظهر زي يوزس اوف سيم تو بعدها مصدر معناه يبدو او يظهر يبدو To talk about something or someone appears to be when we cannot be completely sure. يعني انت بتقول الظاهر يبدو ايه. She hasn't said anything. احنا كنا واخدينها في سنة تانية بالتفصيل. هي ما قالتش حاجة. But grandma seems to be very having ان هي مبسوطة تبدو انها سعيدة. Uses
فسين بعدها تو زائد المصدر. uses of be meant to mean يعني يقصد او يعني, والماضي منها meant وبتيجي في صيغه الباسيف. to talk about what the purpose or truth of something should be, they were meant to arrive by now, هما المفترض انهم كانوا يوصلوا في الوقت ده. it was meant to be, انت عملت كيكه والله يا بابا كان مقصود ان انا اعمل بها كيك بس طلعت بالمنظر ده. it was meant to be a chocolate cake but I dropped it, بس انا وقعتها. uses of supposed to, اللي بقى supposed to قلنا بيجي قبلها verb to be, am و is و are, وشرحتها لك في الباسف لو تفتكر. you are supposed to come early, am و is و are قبلها يبقى معناها من المفترض ان, was where قبلها يبقى كان من المفترض ان. I, to talk about obligations, الالزامات supposed to, وبيجي بعدها المصدر. I am supposed to look after my brother on Friday night, انا المفترض اللي انا اعتني باخوي, اما مضطر لكده. to make arrangements, اعمل ترتيبات برضو ب supposed to. I am supposed to cook dinner on Monday evening, انا المفترض اللي هعمل ده. to talk about expectations, توقعات, شايف ما فيش عربي اهو. it was supposed to rain this morning, كان متوقع انها تمطر. to talk about our beliefs and something, معتقداتك وارائك. it's supposed to be, الموبايل ده يفترض ان يكون the best phone that you can buy. have we get something done, اللي هو الكوزيتيف, الكوزيتيف اللي هو get something done. قلنا uses of ايه, of get something done, بيقول لك we use the structure get to have, الانجليز بيستخدموا get to have للتعبير عن الايه, السببيه, وبعدها الاوبجكت, وبعدها done تصريف ثالث, to say that someone complete a particular task, الانسان هيعمل لك شيء دون تدخل منك. بس خلي بالك هو جاب الحاجه معموله هنا, ما جابش الشخص, لما كنت بغنيها لك كده مع have مصدر, مع جيتو مصدر, مع هاف مصدر, مع جيتو مصدر. I have نادر clean, I get نادر ها to clean the room مثلا. هو هنا ما جابهاش, هو جايب لك الحاجه بقى, فركز على الحته الاولانيه اللي قلت لك عليها دي. I always get some my house done, اهو والحاجه هيت وتصريف ثالث. هبه always helps her mother to get, اهو والشيء وتصريف ثالث, get the washing done, ان حاجه تتعمل. use the past simple of get have to talk about completing a particular task in the past, بنستخدم الماضي منهم لحاجه اكتملت في الماضي. I got my project work done last weekend, جبنا الماضي من ايه, من get, جابها في الماضي اهو. We use will get or will have object done to talk about completing a particular task in the future. I will get, جابها في المستقبل اهو, the book report done tomorrow. تمام. هو هنا بقى خلي بالك ما دخلش في التفاصيل شويه, ما جابش كل الازمنه خلي بالك, وما جابش حته حوار ان انت لو جبت الشخص بيحصل ايه, هو جاب الشيء على طول. فخلي بالك بقى من النقطه دي, مش موجوده في المفاهيم. causative verb بس بيديك افعال ثانيه اهو, make someone infinitive without to بيجي بعدها اهو زي ما قلت لك بمعنى يرغم. to say that someone forces someone else to do something, لما تجبر شخص, وجاب لك افعال ثانيه. our teacher made us, جعلنا read, made مفعول مصدر اهو, خلانا نعمل, بس هو ما جابش الباسيف. لما نقول وي وير ميد يبقى تو, خلي بالك دي ما جابهاش في الباسيف في ميك. يوز اوف ليت, ليت برضه بيجي بعدها مصدر بدون تو. تو سي ذات سام وان كان دو سمثينج بيكوز سام وان ايلس هاز جيفن ذيم بيرميشن تو دو ات. ذا تيتشر ليتس اس دو, بيسمح لنا نعمل ان ايزي اكسرسايز, يبقى ليت مفعول مصدر اهو. use of allow someone infinitive to مصدر بيجي مع allow to. to say that someone can something do this else has given permission, اذن برضو, بس لاحظ allow me to stay. خلي بالك هنا ما جابش برضو لو المفعول, ما فيش مفعول بعد allow بيجي بعد ing, والباسف بتاعه I was allowed to the المصدر. هو ركز لو في مفعول وبعدها to مصدر اهو. استخدمت stop وبتاخد from ing, وقلنا من غير ايه from صح. to say that someone or situation makes it possible for someone else to continue doing something. The very hot weather sometimes stops us from ing, بيمنعنا. adjectives and adverbs, الفرق بين الصفات والظروف. adjectives بيقول لك use an adjective to describe a noun, بتستخدم الوصف الايه الاسم. an adjective always comes before the noun, وتاتي قبله اهو. Tamer is angry, what has happened, متضايق. to describe a noun we put the adjectives before the noun. she is a talented singer, موهوب, مغنية موهوبة, الصفة قبل الموصوف. that's an expensive car, an expensive car هي قبل الايه, قبل الموصوف. if there is no noun we put the adjective after verb to be, لو ما فيش noun بتيجي بعد verb to be. I am happy, اهو هذه الصفة. it's interesting, interesting هي الصفة, هي موجودة بعد verb to be. الcomparative adjectives اللي هي مقارنة بقى بين اتنين وكده الصفة. to make comparison عشان نعمل مقارنة, we need a bigger house, عايزين بيت اكبر.
خلي بالك بيت اكبر من اللي احنا فيه يعني bigger ما فيش زان اهو خلي بالك برضه to compare to things my brother is older than me اكبر مني to describe how something changes she is growing taller بعبر لك عن التغيرات We use a lot much far a little before the comparative to say that there is a big or a small difference between two things. Much or a lot of far عشان أقول لك الفرق في الصفة هنا there is much taller و much bigger و much younger وقلنا الكلام ده. The Giza pyramids are far older أقدم بكتير than the Cairo citadel من القلعة. Those cakes are a little cheaper أرخص بدرجة بسيطة يعني أنت بتدي المقدار في الصفة than these ones. نسمة is much more sensible أكثر عقلانية ورشد من إيه used to be من اعتادت إنها تكون يعني بدأت تبقى عقل السوبريلاتيف اللي هو إيه التفضيل بقى to compare three or more things I like all your books but this one is the best ها؟ الأفضل على الإطلاق the tallest, the youngest, the shortest ده لو صفة قصيرة وفي the most بقى وthe least to describe extremes Mount Everest جبل إيفرست is the highest mountain التضاء إيه الـ يعني الفرق كبير the highest mountain with short adjectives اللي هو unsyllable اللي هي المقطع واحد to make comparative and the essay to make superlative بنحط ER هنا في المقارنة الصفة القصيرة وهنا الصفات القصيرة برضو لما نكون بنفضل بنحط ES to قبلها زي long longer و the longest الصفات اللي بتنتهي بايه ده بقى انت عارف بالحوار ده بنضيف ار ونضيف اس تي بس يعني خلاص يعني احنا واخدين الكلام ده عندك big bigger biggest happy happier happiest احنا قايلين الكلام ده على فكره more بقى وmost الصفات الايه الطويله more beautiful وفي less برضه ما جابهاش خلي بالك more وless اهو يعني مش هديك كل حاجه خلي بالك more وless more للاكثر more beautiful than وless beautiful than وهنا قال لك ايه بقى expensive The most, more was most. عندك ده باشا هنا الصفات اللي هي الحالات الخاصة. Good, better than, was the best. Bad, worse than, was the worst. المفروض في ذا هنا. وفار بعيد, farther than, وfarther. تمام؟ was the furthest. طبعا هنا في خطأ برضو على فكرة. Farther, المفروض في ER هنا وعملها غلط هاي. يعني دي المفروض بتبقى اخطاء مطبعية حتى الوزارة بتغلطها فاردر وفيردر في ER هنا وعملها بالاس تي وهنا فارزست قلنا اللي بالاي دي للمسافة والايه والمعلومات ممكن عايز معلومات يعني مسافة فارزر زان اعلى مسافة وفارزر زان ابعد من لكن اللي فيها معنى اضافي اللي بتيجي بمعنى اضافي اللي هي باليو فيرزر انفورميشن انا عايز معلومات اضافية كومباوند ادجكتيف الصفات المركبة وده يعني هو ما دخلش في تفاصيلها برضو الصفات المركبة دي عبارة عن ايه بتوصف اسم وبتتحط قبليه زي ما انت شفت اللي بتتكون من كلمتين she is a very rounded person وبنستخدم الهايفن عشان نين ايه نربط she is a very well rounded person كلمة well rounded الانسان اللي عنده لديه خبرات عديدة لاحظ وجود الهايفن اهي بين ال well والايه والصفة اللي هي rounded well rounded بقت صفة مركبة من كلمتين Spanish اللغة الاسبانية is a widely spoken language ادي الموصوف اهو وده الصفة هي فين توضع فيها هايفن قبليها إن الأسبانية لغة يتكلم بها على نطاق واسع Comparative phrases بيقول لك خلي بالك بنستخدم إيه بقى That series difference between two things ما يبقاش يعني اختلاف خالص وفي تشابه تام يبقى بنستخدم كلمة exactly Your family car is exactly the same نفس بزيها بالضبط There is no difference between them ما فيش فرق بنستخدم almost as أو slightly يعني لو الفرق بدأ يقرب شوي To say that there is a small difference إن في اختلاف بسيط بس between the two things The trip to Brazil is almost as expensive أدي as أهي as أهي ودي almost My town is slightly more يعني أعلى بدرجة بسيطة بنستخدم فار بقى عشان نقول إن في اختلاف كبير بين حاجتين I think studying science is far more وفي much more وa lot more قلنا ده ما جابش برضه الوت مور وهنا ممكن اقول الوت مور وفار مور وماتش مور ماتش مور انترستنج يوزس اوف ادفيرب استخدام الظروف بقى الظرف اللي قلنا هو بيصف طريقه حدوث الفعل ذا تشيلدرن توكد لاودلي كانوا بيتكلموا بصوت عالي لاودلي اهو زميني فيربس اندين الواي بات نوت اول وليد بليد فيري ويل لعب كويس بيقول لك ان الظروف برضه بتنتهي بالواي لكن مش كلها احنا قلنا جود ويل وفي فاست فاستر الكلام ده خدناه وي كان فورم ان ادفيرب باي دوينج ذا فولوينج ازاي بيتحول الصفه لظرف الواي سيريس سيريسلي وندرفول وندرفولي في اوتوماتيك منتهي باي سي يبقى ايه اوتوماتيكلي قلنا ده على فكره ديليتنج ايه بنمسح الايه اللي هي منتهي بتيرابول فظيع تيرابولي
وضفنا ال واي. ايزي سهل، ايزلي بسهوله. سم اد فيربس هاف ذا سيم فورم، قلنا لو في بعض الصفات زي نفس شكلها، هارد، فاست، ايرلي، ليت، رايت، رونج، هاي، لو، دي صفات وظروف بنفس الشكل. ذا ترين از ليت، هنا تعتبر ادجكتيف. اي نو اتس نيفر كومز ليت، اهو بقت ادفيرب من حسب الموقع بتاعها. الريجولار ادفيربس، ذا ادفيربس اوف جود، هو عمال يلف ويدور اهوت، بيقول لك جود هتبقى ويل، زي بلاي ويل، ادي الظرف من جود، الظرف اللي هو الحال، الظرف من الصفه جود ويل. ذا ادفيرب هارد، اللي خلي بالك بقى هارد دي بيقول لك از نوت ريليتد، ما لهاش ايه علاقه. شي ترايد هارد، هي عملت بجد. هارد هنا معناها فيري هارد، هو بيفرق بين هارد وهارد. لكن اي كار هارد هير ذا فيلم، يعني هارد هنا اولموست نوت، يعني تقريبا بالكاد ما فيش، بتودي معنى النفي. في انواع بقى مختلفه، بيقول لك ادفيرب اوف مانر، ظرف طريقه، بليس مكان، تايم الوقت، اند فريكوانسي التكرار، وبوزيشن اوف ادفيرب مكان الظروف دي، ومديك الجدول. مانر اللي هو الطريقه، بليس المكان، تايم الوقت، فريكوانسي التكرار. زي يوجوالي جو ان ذا اند بوزيشن، دول بييجوا دايما في الاخر. زي سام تايمز جوينج ان ذا ميدل، واحيانا بييجوا في النص. اف ذا ادفيرب از نوت ان امبورتنت بارت اوف ذا كلوز، اي دريسد كويكلي، اهو. وممكن اقول اي كويكلي دريسد اند ليفت ذا هاوس. زي يوجوالي عندك بقى البليس بييجوا في النهايه، زي سام تايمز ان فرونت، واحيانا بييجوا في الاول. كان يو جو سيت داون ذير، ظرف المكان اهو. اوتسايد في الاول اهي عادي. تايم يوجوالي جو ان بوزيشن اف ذا ادفيرب از امبورتنت، شوف مكانهم هنا بيقول لك ايه بقى، ام جوينج تو ذا سينما تومورو، ظرف زمان اهو، وممكن يجي في الاول اهو توداي. التكرار بقى اللي هو بيعبر عن التكرار، زي يوجوالي جو ان ذا ميد بوزيشن، في المنتصف، بات زي كان جو ان فرونت اند بوزيشن. اولويز اند نيفر ار نيفر دو زي يوجوالي جو ان فرونت اوف بوزيشن، يعني ايه بقى؟ زي اوفن اهو، ادي اوفن مكان اهو في النص، زي اوفن هاف. ماي داد يوجوالي جاي بقى قبل الفعل اهو، وممكن سام تايمز دي تيجي في الاول. سام تايمز اي بليف فيديو جيمز. شي نيفر ونيفر برضه بتيجي قبل الافعال اهي، دي ظروف التكرار اللي بتعبر عن التكرار. We can use adverbs before adjectives. ممكن نستخدم الظروف قبل الصفات، بس less commonly before adverbs. بس بيجوا ايه نادي، يعني قليل قبل الظروف. يعني ممكن الظرف يصف صفة زي ما قلت لك، والظرف قد يصف ظرف. يعني the exam is incredibly difficult، صعب للغاية. That film was surprisingly funny. هتلاحظ ان الظرف بعد صفة، وهنا برضو surprisingly بعدها صفة. My art did quite well. هنا بقى الظرف كويت بيوصف الظرف تاني هو. عملت كويس جدا. In the match we liked her performance، حبينا الأداء بتاعها. Sometimes adverbs modify adjectives making them stronger or weaker. الظروف الدرجة بقى اللي بيقول لك الصفة هي very cold اهو، quite happy بيبين لك المقدار، absolutely wonderful، وطبعا absolutely والحاجات دي بقى adverb ايه، بيعتبر adverb قوي. An adverb can modify a whole sentence. ممكن الظرف يصف جملة كاملة زي ما قلنا ويجي في بداية الجملة. Fortunately I had brought an umbrella. لحسن الحظ جبت لك شمسية معايا. Adverbs and adjectives can have different functions. Jabir is a serious worker. يعني serious worker يعني عامل بجدية، عنده بجدية. He works seriously، بيعمل بجدية. هتلاحظ ان الصفة تصف الاسم، الظرف يصف الفعل. Here an adjective modifies a noun اهو، while the adverb modifies a verb اهو، بيصف الفعل. We can also use adverb to modify the adjective. قلنا very cold اهو، quite cold، الظرف بيصف صفة، extremely cold بيصف صفة. Use an adverb to describe an action. An adverb is usually comes after. والحاجات دي متكرره ولسه قايلها من شويه. Nobody treats her differently. ما حدش بيعملها باختلاف. An adverb can also come before an a verb. ممكن يجي قبل الفعل. I wasn't sure if I could successfully. Successfully يعني ايه؟ بنجاح. Combine my job with playing handball. ان انا ايه اوافق ما بين لعب الكره، كره اليد، والوظيفه بتاعتي. Adverbs usually end in ly. قلنا الكلام ده ممكن تنتهي بly لكن مش شرط. في fast هي حالات خاصه، هي fast fast. Easy easily ly تقلب لاي وتضيف ly. هنا hard وفي hard اللي برضه بس مختلفين. وswim well good تبقى well. الباسيف بقى بيقول لك الباسيف يوز ذا باسيف تو فوكس اون ذا اكشنز اور اكتيفيتي راذر ذان بيبل دوينج ذا اكشن. هو بيقول لك ان الباسيف بياكد على الايه، الحدث او النشاط، مش الناس اللي بتعمله. لما اقول ذا فود ويز كوك دي يعني ماما اللي طبخت الاكل، قصدي الاكل طبخ، ما مش ليه علاقه بمين اللي طبخه. If you don't know which person, the only option is to use the passive. Sometimes you want to say who did the action in the sentence and then use by. بيقول لك برضو ممكن تقول by هو الشخص اللي عمل الحاجة. The present simple هو بيقول لك هنا المضارع البسيط الباسيف بتاعه. You form the present simple passive with am, is, are وتصريف تالي.
هو بقى بيشرح لك الكلام ده بالانجلش بالتفصيل اهو. يوز ذا بريزنت سيمبل باسيف فور فاكتس، اللي بيقول لك بيستخدم للحقائق واللي ايه اللي هي دايما بايه زي ما هي بالحاجات الثابته. كوتن كلوث، ملابس القطنيه. ارميد، بتصنع في مصر. ادي الباسيف من المضارع البسيط. الماضي البسيط ويوز فورمز باس سيمبل ويز ووز وير زائد تصريف تالت اهو، ووز وير زائد تصريف تالت في الماضي البسيط. ويوز ذا باست سيمبل باسيف فور اكشنز اكتيفيتيز ذات وير كومبليتد، وبشرح لك ان الماضي البسيط حاجه حصلت في الماضي. ذا كومبيتيشن ووز ستوبد، باسيف اهو اهو ووز وتصريف تالت. الي اند ياسر وير اووردد، منحوا جايزه، باسيف اهو. ويل وايه ويل اند مودال فيربس، الافعال الناقصه كلها العاديه بقى. ويل بي جيفن اهو، بتاخد بي وقلنا الكلام. ويل كان بي بليت، باسيف اهو بي. مي بي، كل الافعال المودال فيربس اللي خدناها يا باشا اللي هي الافعال الناقصه البسيطه. بس خلي بالك ما جابش الافعال الناقصه التامه، كان هاف، مي هاف، مايت هاف، شود هاف، اود تو هاف، ماست هاف، اكتبها انها مش موجوده في المفاهيم عندك الجزء ده وركز عليه. passive infinitive، passive infinitive is passive form of verbs which are always followed by two، التعبيرات اللي بتاخد تو زائد المصدر. احنا قايلين يا باشا we has to، we need to، دي بتاخد be وتصريف تالت اهو، have to be وتصريف تالت. ال present perfect، have و has زائد been زائد past participle to form the present perfect passive. المضارع التام من use calls have been، والماضي التام past perfect بياخد been after the problems had been، دي برضه اهي الباسيف بتاع المضارع التام والماضي التام بياخد كلمه بين. الكوانتيفاير، خلي بالك الباسيف اهو هو مختصر، ما جابش بتاعه بيبل سي وبيبل ثينك وبيبل بليف اللي هي بتاعه ات سيد وات سي سي وزت، ولما تبدا بعمر عمر السيد تو بي نوتي، والحته دي موجوده عندك اللي هي اكسبريشن بتبدا بيت. وفي الفعل ميك في الاكتف والباسيف برضه ما جابوش. كوانتيفايرز، كوانتيفايرز المحددات بقى، of that used to before nouns to show how much of something. consider whether the noun you want to say is amount singular or plural. يعني بيقول لك بقى دول بيجوا قبل اسم مفرد او ايه لا يعد. خلي بالك الكاونتبل يو كان يوز ا نمبر دايركتلي بيفور ات، بيقول لك الاسماء اللي تعد انت ممكن تجيب قبلها ارقام وكده، الاسماء التي لا تعد لا اهو، ومديك بقى بادئ لك بنان. None is used to show اهو، لما يبقى في nothing or small amount، يبقى في كميه قليله او حاجه. None دي ما فيش. is used with countable and uncountable، بتيجي مع اسماء تعد والتي لا تعد. None of the books، ما فيش واحد من الكتب اللي انا قريتها have arrived yet، وصل. Despite her illness، بالرغم من مرضها، she lost none of her enthusiasm for life، ما فقدتش اي من حماسها. خلي بالك اهو بقى، بس خلي بالك ان الفعل في lost زي ما قلنا الفعل معناه انه مثبت، ما قالكش didn't، قال لك lost، ما قالكش didn't lose. A few، وقلنا a few دي بتيجي يا باشا بعدد ايه؟ كاتب لك اهوت بانها بتيجي with countable nouns that means a small number، a few عدد قليل، وقلنا few عدد قليل ايه؟ ما يكفيش. A little كميه قليله، وليلل كمية قليلة لا تكفي، والكلام ده الخطوط الرئيسية اهي. quantifier to show that there is a large amount، ان في كمية كبيرة. much وميني، وقلنا much مع الاسماء التي لا تعد، وميني مع الاسماء المعدودة. وعندك many و a lot of، a lot of بقى بتيجي مع الاثنين، اسم يعد واسم ايه لا يعد. there is much concern، في اهتمام كبير، ادي كمية. مسكت many emails، عدد. كوانتيفايرز اللي بتقول ان في حاجه واحده ان اجروب بقى، اللي هو اتش وافري. واتش قلنا بتؤكد ان الانسان از يوزد ويز كاونتبل ناونز فوكس اون ذا بيرسون، شخص واحد في مجموعه. اتش ستودنت ان ذيس كلاس هاز زير اون سبيشال كواليتيز، كل واحد من دول عنده مميزات. قلنا لو تفتكر كنت راسمها لك كده ان اتش، لما ضحكت وقلت فلسفه ايه فيزياء ومش فيزياء، ان اتش بشكل فردي، لكن ها افري بتبقى ايه بقى؟ ها مجموعة كاملة زي ما انا اعمل لك كده بقى. هو شرح لك الحوار ده، بس خلي بالك هو ما جابش حاجات كتير، ما جابش ايدر، وما جابش نايدر، ما جابش بوث، ما جابش اول، ما جابش هاف. فالحاجات دي برضه تاخد بالك منها. We use some in questions، استخدام some اهو، some بتستخدم في الايه؟ مع اسم يعد واسم لا يعد، some تي. وخلي بالك بتيجي في السؤال في حالتين، العرض والطلب، لكن هي بتاتي في الاثبات. Would you like some tea? Can I have some more sugar? بتستخدم في النيجاتيف سنتنس كلمه any، وفي السؤال any. I don't have any place. Did you have any toys؟ سؤال ونفي برضه. خلي بالك ما جابش حاجات كتير وباكد في الكوانتيفايرز.
المودال فيربس الافعال الناقصه. مودال فيربس ار يوزد فور ديجريز اوف بوسيبيليتي، الاحتماليه والقدره والاذن. They are used for requests للطلب والsuggestions والadvice والنصيحة. Can can't بتستخدم without to. To use the talk about possibility و presentability و permission. بيقول لك I can't see stars بمعناها possibility احتمالية. I can usually presentability قدرة ايه؟ قدرة في المضارع. عندك اهو We can talk to the teacher in permission. احنا ممكن نكلم المدرس ده اذن. Could و couldn't infinitive دي ما بيجيش بعد بيجي بعدها المصدر دون تو، ودي بقى بتعبر عن قدرات فين زي ما قلنا past ability قدرات في الماضي. Have to ونفيها دون have to بتستخدم something is necessary او مش ضروري. Student have to do اهو مضطرين يعملوا their school work and take exams necessary. Don't have to النفي بتاعها. Might بتستخدم لما يبقى في احتمالية ضعيفة. I might visit you. I haven't decided. Should we shouldn't زي ما قلنا للنصيحة. You should spend more time. Should we ought to have ده الايه يبقى في الماضي to express regret ودي مهمة. Should have ought to have كان يجب أن بتعبر عن regret اللي عملت حاجة وما عملتهاش. You shouldn't or oughtn't to have wasted your time playing on your cell phone. Now your grades ايه grades are quite low درجاتك وحشه يبقى ما كانش مفروض. يبقى انت بتوجه اللوم والايه والندم وبتبقى الريجريت والبليمنج كمان. Must or mustn't تستخدم for a rule ولو وقلنا warm invitation لو تفتكر قانون و strong advice نصيحه قويه. You mustn't talk in the library بنهيك عن ده. You must wash your hands برضو خلي بالك هو ما ضغطش على حاجات كتيره في الفرق بين must و have to و needn't والفرق بين needn't و mustn't خلي بالك في ده. Modal verbs for making deductions about the past. Must, can't, couldn't, may, might. بنستخدم بقى الاستنتاج. عندك must have past participle when you are sure about what happened. It must have been very difficult to live without computers in the past. بقول لك اكيد كانت الامور صعبه ان الناس تعيش بدون كمبيوتر. May, might, could. قلنا بقى هنا بيستخدموا الايه لشيء انت مش متاكد منه. She might have told him, may not have understood you probably. ممكن ما يكونش فهمك دول عدم التأكد زي ما قلنا. Can or couldn't بتستخدم have past ability في الماضي. Past participle قصدي when you are sure it's possible إن حاجة كمستحيل إنها تكون إيه حصلت. He can't have known ده تأكد منفي هو. He can't have known ما كانش يعرف that the pool closed. It would be now ما كانش يعرف الحوار ده. و couldn't have arrived مستحيل يكون وصل. نادر كان متضايق زي ما قلت لك يبقى زمالك can't have won و couldn't have won. استخدام would زائد المصدر للتعبير عن عادة في الماضي قلنا لو تفتكر ان would wouldn't تستخدم للتعبير عن الايه عن اعتياد شيء في الماضي غير used to بس ما بتجيش مع الستاتيف بس هو بيأكد عليها تاني اهو. My grandmother would tell me a story every night before I went to bed. عاده my brother wouldn't ride a bicycle وبتيجي في النفي بس النفي بتاعها قليل مش كتير. ما بنستخدمش الهايفن if the compound adjective follows the noun it describes. خلي بالك من النقطه دي وبضيفها حته حلوه كده. بيقول لك السمارت فون ار يوزد ما حطيناش هايفنز لان الكلمه دي ما جاتش قبل الاسم. The Arabic language is widely spoken بايه بتتكلم بيها على النطاق واسع فما جابش هايفن لان الصفه جت بايه ما جاتش قبل الاسم. Relative clause ضمائر الوصل بيقول لك هنا بقى ضمائر الوصل. Relative clauses to give more information about someone or something بتديك معلومات. We use who بنستخدم who or that to refer to people and which or that to refer to things. يعني هو مع الإنسان وذات برضو مع الإنسان لكن which وذات برضو مع الأشياء. Use whom بتستخدم whom عشان تعبر عن مفعول مفعول عاقل. My cousin whom I visited اللي أنا زرته whom I visited in the hospital. منال هو اللي هي won the gold medal is over the moon فرحانة جدا. بيقول لك استخدم whose to refer to position للامتلاك. اهو this is the honest man whose job اللي وظيفته فبعدها ايه ملكية اهو. The park is a place where استخدام where مع المكان. وان بتستخدم للتعبير عن الوقت اهو. Put the relative clause immediately after the noun you are talking. بيقول لك حط ضمير وصله مستر سامي وركس at a bank he is loved by all. الجملة مش مربوطة وعملها ازاي بقى مستر سامي اللي هو يبقى هو اهي وركس بيقول لك هات ضمير الوصل بعد الايه الشخص على طول. We use non-defining relative clauses اللي هو بقى اللي فيش فيها ايه بقى non-defining انت هنا بتحط ايه with commas بتدي معلومات اضافية مش اساسية وبيقول لك ان ذات ما بتستخدمش مع هذا النوع. بيقول لك خلي بالك من الحوار ده. This type that can't be replaced. الجمل اللي فيها كوما لو تفتكر لما حطيتها لك على الايه على الحيطه بتاعت السنتر كده قلت لك خلي بالك ما فيش ذات في الجمل فيها كوماز.
which was mentioned in the guidebook was difficult to find Mr. Camel. The ancient temple which was mentioned, اللي ذكر, was difficult to find. Who is 50 years old is في كوما زي إيشا كوما whose father اللي والدها. Defining بقى اللي هي محددة بقى without commas. دي بقى ما فيش فيها كوماز. To give essential information, بتدي معلومات إضافية, معلومات أساسية. To explain who or what. Are talking about in this type that can be replaced who and which. ممكن أجيب ذات في جملة دي عادي بقى. He is the writer who or that. عادي بقى ما فيش مشكلة. Wrote. The place where. So such. طبعا هنا ضمائر الوصل خلي بالك ما جابش which مع المكان. ما تدي معلومات وما جابش which مع حرف جر in which وفي ايه وفروم which وto which. وبرضه ما جابهاش ويتش مع الوقت وازاي تبقى بديلا لون مع وجود حرف جر. الحوار ده ما جابش حذف ضمير الوصل امتى. الحته دي موجوده عندك في المدزه ما يحذف ضمير الوصل امتى ما ضغطش عليه. سو ساتش احنا قلنا سو ايات يوز تو سو مين فيري. بنستخدم سو احيانا بمعنى فيري. اوفن تو امفاسايز اور جيف ا ريزون فور سمثينج. يوز سو ادجكتيف او ادفيرب ممكن يجي بعدها ايه صفه او ظرف في النص. سو ذات اللي هي جدا لدرجه ان. بس اهو ذا نوفل از فيري انتريست. هنا معناها فيري انتريستينج. The novel is so interesting that اللي خدناها so that وصفها في النص. Behaves so politely. بيتكلم بأدب that هذه so وصفة أو ظرف في النص اللي هي جدا لدرجة أن. We can use you so much, so many so much, a lot of tip as such. فكر so many so much, a lot of tip as such. So many tasks. أهو so many tasks اللي حالة خاصة so many ما قلتش such. We can use such in the same way, but always before a noun. Such يجي قبلها noun أو such amazing monuments. خلي بالك قلنا such ذات يتحط صفة زائد اسم في النص. وقلنا الصفة لا تسبق بأو آن لو الاسم جامع. أهو جامع ما فيش أو آن. لكن بنستخدم أو آن أهي وصفة وبعدها countable singular اسم مفرد. أهو it is such a nice film. A nice film that. إن أنا شفته مرتين. جمال is such an honest man. An honest man. That هي. يبقى ما فيش آو آن لو الاسم بعد اسم جمع. هو ما قالش بقى هنا حتة إن لو الاسم لا يعد. أهو. It was such an interesting news. غلط. Interesting news بس. Interesting information. ما فيش آو آن قبل الصفة لو بعدها اسم جامعة أو اسم مفرد. الكلام المباشر والكلام غير المباشر. Direct speech ودائما الكلام المباشر بيتميز بوجود الايه الكوتيشنز. لاحظ ان الكومة بعد said وادي الكوتيشنز اهي محطوط فيها. Jack said visited I visited Luxor last week. Indirect بنحولها ازاي. حذفنا الأقواس اهو ربطنا بذات. Jack said that he had visited. الماضي البسيط اتحول لماضي تام. وكلمة last week اتحولت the week before. هو مديك مثال اهو. بيقول لك reported statements في الجملة الخبرية. We use told instead of said to. بنستخدم told. وسيد remains as it is. وسيد تنزل زي ما هي. We can use other reporting verbs. ممكن نستخدم غير سيد ايه بقى. Stated, أكد, declared, explained, promised, suggested, warned, threatened, had it. كل دخلناها فكرة. We can use that between the reporting verb and the statement. We usually move verb tenses. بنحول الأزمنة بقى ونرجعها بقى. الماضي يتحول المضارع البسيط يتحول لماضي بسيط. المضارع المستمر ماضي مستمر. مضارع تام ماضي تام. الماضي البسيط ماضي تام. وممكن ينزل ماضي بسيط. نحول بقى لإيه الأزمنة. will تحول ل would. I will visit my relatives in Tanta. ليلى said. لاحظ إن في quotations أهو علامات التنصيص. ليلى said that she would visit here. لاحظ تحويل here وحذفنا الأقواس. We usually make changes to time, place and phrases. اللي هي بقى الكلمات tomorrow كده وما خدناها ومكتوب عندك. I bought a new mobile last week. اشتريت ماضي بسيطة اهو ودي last اهي. شوف اتحولت ازاي. She told me that she had bought a new mobile the week before. Past perfect verbs and the past modal verbs don't change. الماضي التام مش هيتحول وكود مش هتتحول. احولها لايه. We don't change tenses when we report a fact. الحتة دي مهم وقلناه لما نتكلم عن حقيقة ما بحولش الأزمنة. عادل said I'm ready for the trip. وهنا says مضارع الزمن بره مضارع يبقى الزمن مش هيتحول. يبقى عادل says that he is ما حولناش. فاخد بالك the Mercury is the smallest planet اللي هو ايه عطارد. ده ايه بقى أصغر الكواكب in the solar system. The teacher said المدرس الجملة مش هتتحول. المدرس is برضه هو ما حولناش.
الريبورتد كويستشنز الاسئله بنستخدم سيت تو بتحول لاسكت بنربط بايفا ويزر ده المحتوى اللي موجود عندك. Do you like reading short stories؟ ها شي اسكت ايفا ويزر اهو اي لايك ده. خلي بالك انا مش بشرح بالتفصيل انا بقول لك الموجود عشان تبقى عارف انت رايح فين في الورقه دي وعارف ادي القلم وقع نجيبه. فبستخدمت ايفا ويزر بس خلي بالك حولت الازمنه برضو حذفت الاكواس وتشينج تنسز وفيربز زي نفس الحوار يعني. في الاسئله بقى اللي بدا بادوات استفهام بنستخدم ما بنستخدمش ايفا ويزر بنستخدم نفس اداه الاستفهام. وات ار يو دوينج ناو وانت بتعمل ايه دلوقتي؟ تامر انكوايرد استفسر تساءل اسكد wanted to know wondered what I was doing بعد اداة الربط الفاعل بعد اداة الربط الفاعل بعد اداة الربط الفاعل بعد اداة الربط الفاعل فاكر؟ بعد اداة الربط الفاعل اهو what I was doing ودي ناو فاكر ممكن تقول لك هتناونو ولا تزن فناو يبقى مضارع مستمر زن يبقى ماضي مستمر. My father, my friend said, when did you return from London? ادي اداة استفهام وادي علامة الاستفهام اهي وادي الكوتيشنز بس خلي بالك الكوتيشنز هنا علامة الاستفهام جوه عشان حوار الترقيم وكده. My friend asked me, ادي وين اهي بعد اداة الربط الفاعل هنا الماضي البسيط اتحول لماضي تام اهو from London. The reported orders and suggestions and advice اللي هو الامر والاقتراح والنصيحه خدناه. We usually report suggestion advice with a reporting verb not to او not to اهو. Verb is followed by object عندك بقى advice ينصح ask يطلب encourage يشجع instruct يرشد او يامر order tell urge يحث and warn يحذر ولو فاكر في حاجات ثانيه خدنا commanded وبيج دي يتوسل حوار كبير جدا كلمات كتير واسكت للطلب المؤدب زي ما قلنا وكتير زي تيتشر ادفايزد اس ها تو نصحنا ذا بوليس مان سيد تو مي او بيقول لك اهو ذا تيتشر سيد ريفايز راجع يا ابن الدروس وانا بتقوم تراجع ريفايز يبقى ذا تيتشر ادفايزد اس تو ريفايز اهو ذا بوليس مان سيد تو مي دونت درايف ذا بوليس مان انستراكتد مي نوت تو درايف سو فاست suggest or recommend followed by verb ing او ذات وفاعل ومصدر وقلناها او should زائد مصدر ما جابهاش هنا خلي بالك بقى. Let's go to the library. Rami suggested going. ما فيش فاعل بعد ing اهو. داليا said to me you should follow the doctor's advice. يبقى داليا recommended following. يبقى recommend و suggest قلنا بعدهم ing. لو ما فيش فاعل جه بعدهم ذات هيجي بعدهم ذات اهو هيجي بعدهم subject وبعدهم الفعل في المصدر دون تو. You should avoid repeating mistakes. I said to هبه. حاول يعني تتجنب الاخطاء بتاعتك. الكونديشنال سنتنس حالات اف وكنا يعني شارحين حالات اف من قبل الحوار ده وقايلين ان الحاجات التراكميه دي اوى انو زاوي الحوار ده مهم جايب حالات اف برضه. ستيتمنت الزيرو بقى الحاله الصفريه ودي بتستخدم اهي زي ما انت شايف ممكن اف تبقى بديل وان بديل اف في الحاله الصفريه بريزنت وبريزنت. اف اي فيل تايرد اي جو تو بيد ده مضارع مضارع دي حاجة دي my habit. When I am happy I smile لما ببقى مبسوط بضحك. When he is unhappy he doesn't smile. يبقى الحالة الشرطية بتاعت الزيرو conditional بيجي مضارع بسيط مضارع بسيط ودي بتستخدم مع ايه؟ مع الحقائق والعادات الايه الثابتة. I go to bed if I feel tired. He doesn't smile أو does not if او when he is unhappy. وهنا if بديل لوين عادي جدا او when بديل if. بس بقول لك لاحظ هنا في الملحوظة المهمة دي بقى ودي مهمة عشان حوار الترقيم. If all conditions we add comma when the part of the sentence starting with if or when. لو هبدأ ب if او when في الاول في comma بين فعل الشرط وجواب الشرط تمام. طيب when the part of the sentence starting with if or when is not at the beginning ما تكونش في البداية وتيجي if when في النص ما فيش comma. I feel happy if ما فيش comma. يعني لو في الاول في اف او ان في كومه في النص بين فعل الشرط وجواب الشرط هي اف او ان في النص ما فيش كومه دي ملحوظه. بيقول لك استخدم البزيرو كونديشنال اهوت في ايه تو ديسكرايب فاكتس اند اكشنز حقائق which are usually true. In this sentence if او ان بتساوي ان عادي. If ice gets cold it melts التلج لو بدا يسخن يعني بينصهر ودي حقيقه. وين الترينز الجو لما بيمطر الشوارع بتتبلل دي حقائق ثابته. الفيرست كونديشنال حاله اف الاولى بتستخدم بقى البريزنت المضارع البسيط والناحيه الثانيه ويل هو ما جابش كان ومي برضه يمشوا. If you work hard you will do well at school. If you don't لو منفيه you won't اهو you will do well at school if جاب لك اف في النص. You will not I want to do very well if you don't work hard.
لو في الاسئله بقى بالدبليو اس كويشن عايز اسالك بحاله اف الشرطيه الاولى, وات ويل يو دو اف يو باس او يو دونت باس ذا اكزام. ودي بتستخدم للتعبير اباوت ايفنتس ذات وي ثينك ار بوسيبل اور بروبابل, حاجه مستحيل ممكنه في المستقبل. اف يو جو تو لندن يو ويل سي, برضه ما فيش حاجه اسمها اف يو ويل جو تو لندن, اهو مضارع بسيط الناحيه الثانيه. ويل الحاله الاولى بتستخدم لشيء محتمل, وما جابش انها بتستخدم للوعود, ما جابش انها بتستخدم للتهديد, وما جابش ان جواب الشرط قد ياتي في صيغه الامر. تعمل فيديو عندك على حاله اف من زمان ايام كورونا موجود, وقلت لكم شوفوه بالتفصيل. السكند كونديشن حاله اف الشرطيه الثانيه, الباست سيمبل بعد اف وجواب الشرط وود او كود او مايت, ما جابهاش. اف شي واز او وير عادي, هنا بقى هنا اف اهو she was a wear taller, والافضل wear if she were taller she would be in the school team, والابوستروف دي اختصار would ده. if you didn't work hard you wouldn't, مضارع الحاله الصفريه. الحاله الاولى مضارع will, الحاله الثانيه ماضي would, وكنت بقولها لك كده الحاله الصفريه حقائق علميه, ماشي الحاله الصفريه حقائق علميه, وفي الحاله دي if تساوي وان يعني فاف تساوي ان هنا يا باشا. في الحاله الثانيه هي زي ما انت شايف ماضي وجواب الشرط وود. في السؤال وات وود يو دو اف يو ديدنت باز اكزام, لا يا عم ان شاء الله هننجح, مش هبقى ما فيش الافتراضيه دي. اف هي ووز وير فيري ريتش, هنا اف هي وير ريتش هي وود باي ان ايروبلين, دي بتستخدم لاحداث مش محتمل حدوثها, وبرده ما جابش انها تستخدم للنصيحه. اف اي وير يو اي وود جو تو ذا دنتست, شوف واحد وشه ورم كده, لو انا مكانك اروح لدكتور السنان. اف اي وير يو اي وود ورك هارد, لو انا مكانك هشتغل بجد. فالحاله الشرطيه الثانيه بتستخدم لشيء الاحتمال بتاعه بدا يضعف, وتستخدم على فكره للنصيحه, وما جابش كمان انها تستخدم للامان المستحيله في المضارع. اف اي وير مليونير, اف اي وير كينج, اف اي وير كوين, انت بتفترض, ودايما بقول اي وهي وشي وات, هنا ياخدوا ايه وير وممكن ووز, بس وير افضل هنا على اساس عكس الحقيقه. ستيتمنت اند نيجاتيف ستيتمنت, حسرد كونديشنال حاله اف الثالثه, هاد بيبي وود هاف بيبي وود هاف بيبي هاد بيبي. هاد بيبي اللي هو الماضي التام, الناحيه الثانيه وود هاف بيبي او كود هاف بيبي او مايت هاف بيبي, هو جاب وود هاف بيبي بس. طبعا هنا وود هاف ميد ذا نيو تيتشر if she had been at school yesterday, وخلي بالك دي اللي بتستخدم مع كلمات الماضي. What would you have done if you had been late for exam, دي بقى بتستخدم لإيه بقى؟ To talk about a different bus in which something did or didn't happen. قلت لك الحالة الثالثة بتعبر عن اللي راح راح, ما عادش ينفع يرجع تاني. If you had listened to Mr. Nader's advice last year, لو كنت سمعت كلام مستر نادر السنة اللي فاتت you would have succeeded, كنت نجحت, معناه أن أنت ما نجحتش يعني. فأنا بفترض عكس الواقع. If you had listened to your father's advice, your mobile wouldn't have been stolen. لو كنت سمعت نصيحة والدك ما كانش التليفون اتسرق. هنا حالة F الثالثة بتفترض ده. If he had been careful, هنا مثبتة يبقى هي منفية. هو بيقول لك لو كان حريص he wouldn't have made these mistakes, ما كانش عمل الأخطاء دي. الجملة دي معناها إنه لو كان حريص وإنه ارتكب أخطاء قد كده. مش عايزين الحالة الثالثة دي, لأن قلت لك لو فاكر بتعبر عن اللي راح راح, لن تعود عقارب الزمان إلى الوراء. وعايزنا نرجع زي زمان, قول للزمان نرجع يا زمان. والحالة الثالثة دي انت لسه ما استخدمتهاش وما تمناش ان انت تستخدمها, فلو سمحت انا بستخدم الحالة الاولى. if you study ان شاء الله ربنا يقول succeed. خلي بالك بقى هنا ما جابش جميع بدائل حالة if, ما جابش شود اللي في الحالة الاولى والتانية, وارجع بقى الفيديو ده واتفرج عليه وشوف الملازم اللي انا مديها لك, وما جابش وير اللي بتستخدم في الحالة التانية كفاية الاساس وكفاية غير اساس, وما جابش هاد اللي بتستخدم في الحالة التانية والتالتة. راجع الكلام ده بيني مش موجود في ورقة المفاهيم يا بيه. كذلك عندك ادوات ربط تانية زي unless وايه ايه وتاني بالراحة كده, وان كيس ما جابهاش, واز لونج از, وان كونديشن ذات, وباي وويز, وان كيس اوف, وذاوت, وبات فور. ارجع للكلام ده وشوف. ميكينج سجيشنز الايه الاقتراحات, جيفينج ادفايس اباوت ذا فيوتشر, هاو اباوت, وات اباوت, طبعا دول بعدهم اي ان جي, هاو اباوت جوينج تو بيد earlier, what about doing your homework, بقترح ولحظة علامة الاستفهام في الآخر, والجيرند بعديهم. have you considered or have you thought about, have you considered بس, أو have you thought about, وبعدين verb plus ing. have you considered making, اهو هل عمرك فكرت تعمل خطة مذاكرة, يا ريت. have you thought about, لاحظ ان thought بعدها about او بعدها ing, وبرضه علامة استفهام. في why don't you او why don't we كمان على فكرة,
why don't you او why don't we وبعدها مصدر دون تو why don't you try مصدر اهو خلي بالك عشان الاختيارات دي وعلامه استفهام في الاخر خلي بالك هنا في الجزء ده عايز اقول لك ما جابش ليتس ان هي ليتس بعدها مصدر اكتبها دي يا ابني ليتس زائد مصدر وفي الاخر فول ستوب تمام وبرده ما جابش ان وات اباوت وهاو اباوت ممكن يجي بعدهم نون وات اباوت ا بارتي هاو اباوت ذا اكزام وات اباوت ذا فيلم وات اباوت ا فيلم وات اباوت بيتزا او وات اباوت ايتينج بيتزا خلي بالك الكويستشن السؤال المزايل هي الجزء التراكمي السؤال المزايل ده بيقول لك عن عباره عن ات ذا اند اوف ذا ستيتمنت تيرنز انتو كويستشن لايكس ها دازنت مثبت منفي منفي مثبت كانت كان نادر از هابي ازنت هي ووز وزنت ويل وونت السؤال المزايل بيستخدم الكويستشن تاج اوف كويستشنز زي ما بنقول لك اهوت بس في حالات خاصه ليتس اهو ليتس جو تو ذا سينما قلنا شال وي I am قلنا ايه aren't I I am aren't I طب I am not تبقى are I لا am I let's ها افتكر الحوار ده let us will you الجملة الأمرية open the door will you I want you don't open the door ها will you الحوار ده موجود عندك بس دي حالات خاصة لو اجيبها بس دي لا عندك حالات خاصة كتير نكتبها في الملزمة عندك ابقى شوفها notes question tag We change nouns to pronouns. بيقول لك خلي بالك. Teachers play an important role. يبقى don't they. ما جيب ما قولش don't teachers. ما بستعيد عن الايه الفاعل بالضمير. We use it instead of this. وذات بيعوض عنهم بإت. الحالات دي أنا كاتبها لك. That question was difficult. يبقى wasn't it. ما بقولش wasn't that. Tag questions are affirmative with none. بيقول لك في كلمات ايه بتنفي. None و nobody و never و hardly و scarcely و seldom. وعندك الكلمات دي و neither. انا كاتبها عندك في الكلمات اللي هي اصلا بتنفي السؤال. زي ما كنت بقول لك النافية هو. مش ناهو. النافية هو. اهو. فين النافية هو. النافية في nobody هو. Nobody came. اهو. Did they. تمام قالش didn't we use it بنستخدم it بدل كلمة nothing برضو اهو nothing تبقى it وخلي بالك النفي ها في نوع اهي الاسماء التي خلي بالك برضو في حاجات ناقص كتير في الكويستشن تاج الاسماء التي تعد والاسماء التي تعد الاسماء اللي تعد ديت قلنا دي بقى اسماء لها ايه بقى nouns that singular and plural forms countable لها ايه شكل مفرد وشكل جمع a bottle two bottles a hundred bottles a child three children a man ten men بجمعه singular countable nouns can be used with a وان وان ممكن نجيب قبلهم a وان لانهم اسماء بتعد Ali is eating a banana Sarah would like an apple. Hassan has eaten one banana. ممكن two bananas بعد and two oranges. الأسماء التي تعد ممكن تسبق بالأرقام وكده. Plural countable nouns can be used with numbers. الأسماء الجامعة برضو بتستخدم بها. How many و many و a few و few العادي بقى. How many grapes اللي هو العنب. Grapes. Would you like can I have a few grapes? Fewer people عدد قليل من الناس انا بستخدمها بقارن بقى لان العدد عادي ممكن اجيب قبلها ادوات اللي تستخدم دي الانكاونتبل ناونز هي الاسماء التي لا تعد بقى ايه اللي هي 1 4 منو بلورا ما بتجمعش ما اقول لك ايه ووتر لايت ماني جلاس بيبا انكاونتبل ناونز ار يوزد وذ سم وهاو ماتش وميني وقلنا ما تجيش معاها ميني هيجي معاها ماتش بي كيرفول ذير از سم جلاس في بعض الازاز مرمي على الارض اهو هاو ماتش لايت كمية الضوء هنا لايت بمعنى الضوء We don't have much money خلي بالك كلمة money من الأسماء التي لا تعد وهتفتكرها بتتعد اللي بتتعد فئات العملة There is only a little water a little water a little water a little water كمية قليلة من المياه Uncountable nouns can be preceded by a و an مستحيل تسبق هذه الأسماء بأ و an خلي بالك الأسماء التي لا تعد لا تسبق بأ و an Money is the root of all evil. إن المال أساس كل الشرور. ما قالش a money. ماشي؟ فلكن ممكن أنا بجيب قبلها أو أن بقى إمتى؟ لما أقول a piece of و pieces of وفي a bit of ودي مش موجودة. اكتبها a bit of و an item of. دي لو عايز احول الاسماء التي لا تعد لاسماء تعد وفي كلام تاني كتير موجود عندك كاتبه في الملزمه حوار تاني a cup of coffee two cups of coffee a glass of water two glasses of water a barrel of milk a kilo of milk a liter of milk a barrel of chocolate قالب شوكولاته a kilo of meat ده لو عرفت تجيبه
كيلو اللحم اكله في 100. مستر فلاش بيضحك، كيلو اللحمه اكله في 100. يا سلام بقى لو ربنا يكرمك وتجيب 2 كيلوز، بس مش هتقول 2 ميتس، لا اكله في 100، 2 كيلوز اوف ميت. فانت بتجمع الاسماء التي لا تعد اهو بادوات تجزئه زي ما قلنا، وارجع لانها مش موجوده هنا اهي، هو جايب لك بس الحته دي بس. uses indefinite article، ادوات النكره بقى او ان، ودي بقى جزء تراكمي وانا شرحه لك برضه، هتقول لك او او هتضحك. uses of the indefinite article، واسال الدفعتين بتوع السنه اللي فاتت عن او ان، هاد مين اللي شرحهم وقال لك مين الحاجات دي مهمه. سبحان الله تيجي كلمه يونيفرستي وكلمه روبيان اللي نادر كتبه مع السبور. uses of indefinite article او ان to refer to something for the first time. او ان انا بذكرهم لاول مره. her father has just bought a new car. على فكره في بعض طلبه تقول لك او ان وذا اسهل حاجه، وانا بقول لك او ان وذا عايز طالب فاهم، وما هياش اسهل حاجه، انا بعتبرها من ارخم الدروس، لان انت بتروح على المياه فبتقول الف لام الكيمياء، ادلك بتنتحر مع نفسك، ان النقود ان الماء، الجهل بعينه بقى تقول يا مستر ما في الف لام اوه ما لازم زا، انت فاكر يلا انا اي كلمه فيها الف لام تبقى فيها زا؟ لا طبعا، هقول لك الحوار ده دلوقتي وقلته في الحصص. انيو اشترى عربية جديدة، أنا ما بحددش أنها عربية. When Ali visited Thailand he had a ride on an elephant، على فيل، ركب على فيل. هل أنا حددت الفيل ده؟ ركب على فيل، يا ما في أفياء أدق، يا ما في كلاب، يا ما في أمان، في a woman، a teacher، ما حددتش. An engineer، مهندس، أنا ما بحددش. To talk about something job، عماد wants to be a scientist، عالم، when he finishes university. His sister Sarah wants to be an architect، عايز تبقى مهندسة معمارية. To one of many things، بتقول لك حاجة من ضمن حاجات كتيرة. My uncle and aunt live in a flat in the town center، بيعيشوا في شقة. I usually have an egg، دايما باخد بيضة واحدة for breakfast، كفاية كفاية عليك، كفاية عليك سعرها. أنيج تمام؟ تخطب ببيضة واحدة بالزاي يعني، مش فاهم أنا الجملة دي يعني، إزاي بيضة واحدة؟ الواحد بياكله 10 مش عارف إزاي يعني، يلا عادي هي جملة، بيقول لك بيضة واحدة من بين كذا حاجة يعني. فأوان قلنا الكلام ده كتير، خلي بالك إحنا مش بنشرح مفهوم مفاهيم، إحنا برضو بنراجع بشكل مركز. فهنا أوان لاسم دون تحديد. If a noun or adjective before a noun starts with a vowel sound، دي بقى انت ماشي في ابتداء ال A وال E وال I وال O وال U تاخد an، بس في حالات خاصة. تعالى بقى an animal اهو، an elephant، an interview، an orange اهو عادي بقى، an elephant، an interview، an orange، هتلاقي عندك صوت الفاولز اهو. An unusual building، بس خلي بالك بقى an unusual building. The letter A at the beginning of a word is pronounced as if it begin with، زي ما انت بتنطق حرف الواي كده ما تنطقه في الكلمه، هتلاقي مد ايه بقى؟ بص كده يو يونيف، بص كانها يو يو اللي هي الضمير يو كده، يو كانها يو كده يو ايونيفور، بدا بحرف متحرك اهو بس خدت ايه. ايونيفرستي ايوسفول بوك، الوزاره ناسيه الكي هنا، خلي بالك الكي ناسيه، خطا مطبعي اهو. ابوك a useful book، فالصوت هنا useful، بص useful uniform يبقى a uniform. لكن بص umbrella هتلاقي بدأ باليو برضه، بس بقول ايه بقى an umbrella اهو، an umbrella، an umbrella definite article، أداة التحديد بقى. ذا دي بقى بتحدد وتخصص. His father works in an office، بيعمل في مكتب. The office is near the city center، بقول لك بيعمل في مكتب، المكتب ده فين كذا. She bought a book، اشترت كتاب. تمام؟ by Charlotte Bronte yesterday. The book is called Jane Fire. هنا الكتاب ده باسمه كذا، يبقى أنت بتحدد وبتخصص. I bought a car yesterday. The car is كذا. العربية بتحددها. When there is only one of something or when everyone knows، يعني ما يبقى في حاجة واحدة من شيء واحد. Which things or person you are talking about، تبقى محدده ومخصصه. هنا الحاجات الفريدة. The moon looks very near to the earth tonight. There is only one moon، ما فيش القمر واحد يا، سيبك من القمر، تقول القمر وحبيبتي كالقمر يات، ما فيش القمر واحد يا، ما فيش الا قمر واحد، مش تقول القمر المنير الذي ينير بقى بشكل استعاري وكده، الحوار الحب والحوار ده. The money looks very near to the earth tonight.
the earth, كوكب الارض. There is only one moon and the earth, وهي كرة ارضية واحدة. We had a picnic in the park. يبقى انت بتحدد at the weekend. This is the park we all know. الحديقة اللي احنا عارفينها ومحددها. خلي بالك بقى. بيقول لك اهو. With superlative adjectives. برضو دي بتستخدم مع the first. That is the best. The longest. The first. انت بتستخدم في صيغة التفضيل اهو. I have lunch with my family. خلي بالك اسماء الوجبات ما فيش آوى آن وزاء الا عند التحديد والتخصيص. اقول I have lunch. لكن بقولي بقى the lunch. The breakfast. بحدد الفطار اللي انا فطرته. I had eaten with my friends. او I had with my friends in Alexandria is unforgettable. لا ينسى. I have breakfast. بفطر الساعة 7. ما فيش ادوات ربط. ما فيش اداة تعريف ولا اداة نكرة بلا اسماء الوجبات. I have breakfast at 7 o'clock every day. لكن ولا لو قلت لك في الحصة the breakfast. الفطار. لما مامت تعبت واختي عملته. The breakfast. صار عميد. الفطار اللي صار عملته ده بابا بشع يا بابا. يا ريت ما تعملوش تاني. يبقى عملت فطار معين في ظروف معينة. الفطار اللي خدناه في مؤمن. كلناه في مؤمن. يبقى انت بتحدد فطار معين. بص برضو آوي أن وزام اختصرها الراجل. بس خلي بالك في الملحوظة هنا بيقول لك إن ذا is also used with the names of most rivers. مع الأنهار والبحار والجزر. وgroups of mountains والجبال. And the countries which are groups. والدول اللي فيها حتة الايه الجامع. The Amazon. نهر الأمازون. The Pacific. المحيط الهادي. The United Kingdom. المملكة المتحدة اللي هي the UK. اللي هي بريطانيا وويلز واسكتلندا وايرلندا. The Himalayas. جبال الهيمالايز. The United Arab Emirates. The USA. The United States of America. في حاجات هنا مش جايبها. The United States of America. The KSA. The Kingdom of Saudi Arabia. المملكة العربية السعودية. فعندك خلي بالك الأسماء دي أنا كاتبها لك عندك في الملزمة. بس خلي بالك برضو في جبل زي إيفرست. ما بياخدش أي حاجة. إيفرست is the highest mountain in the world. إيفرست is the highest mountain in the world. في حاجات كتيرة مضافة عن عايز اضيفها لك. لأو زا زائد صفة تساوي جمع. زا بور زا يانج زا انت واخد الكلام ده. زا بور زا ايه زا تالنتد الموهوبين. زا ما تجيش مع اسماء الدول بشكل عام لكن بتيجي مع بعض الدول اهو. بتيجي مع الاشياء الفريدة من نوعها بتستخدم للتحديد والتخصيص. الاسماء المعنوية زي سادنس وهابنس ووتر والاسماء التي لا تعد دي بتأخذ زا لما نحدد ونخصص. زا وورر اوف ذا نايل مياه نهر النيل. زا وورل ان ذيس بورر. ما اقول لك مثلا ايه زا بورل بحدد وبخصص اهو. ذا ووتر ان ذيس بورل. لما اقول لمستر فلاش كده بقول له الميه اللي في الازازه دي ذا ووتر ان ذيس بورل انا شاكك فيها ومش هشربها. انت راكنها في البتاع هنا بقى لها 3 ايام مش هشرب الميه اللي في الازازه دي. لكن بتكلم بعموم المياه. ووتر از ذا سيكريت اوف لايف. اهو ديث الموت شيء صعب از هوربل. لكن ذا ديث اوف ماي جراند ماذر الوفاة جدتي دي هاز افكتد مي أثرت فيا سادلي بحزن وشكل حديد. يبقى أنا بحدد وبخصص. المفاهيم حلوة وجميلة بس هي مش كل اللغة. مش هديك كل اللغة. الناس في الطلبة فاكر إنه هيديك كل حاجة. آخر حاجة بقى علامات الترقيم. وأنا مع علامات الترقيم برضه أعمل لك يعني إيه مرور سريع عليها هنا كده. علامات الترقيم بقى البنكتويشن ماركس. وبرضه بنكتويشن ماركس آر ساينز such as full stops, commas, and question marks. We use them in a sentence to make the meaning clear. بيستخدموها الإنجليزي عشان يخلوا المعنى واضح يعني. Sentence endings. الجمل بتنتهي بفول ستوب. الجمل اللي هي عايزين فول ستوب. انت مش في رابعه ابتدائي بقى يعني السؤال ده المفروض يبقى سهل. يوز ا فول ستوب ات ذا اند اوف ا ديكوريتيف امبيريتيف اند كونديشنال سنتنس. بتستخدمها في الجمل بقى اللي هي على الجمل العاديه. ياسر اند بيتر وينت تو ذا كلاب ان اور اجو. فول ستوب بقى جمله عاديه ما هيش سؤال ولا حاجه. يوز ا فول ستوب افتر ابريفيشن الاختصارات. مثلا جراند سون احمد واز بورن ان جانوري. طبعا دي جان دي اختصار ايه جانوري بعدها فول ستوب اهي وفي الاخر فول ستوب برضه اهي. To the full stops in initials for personal names اللي هي الحروف الأولى من الأسماء. بس الناس المشاهير بقى تي اس إليوت اللي هي توماس سترينز إليوت was a great poet كان شاعر. دي بقى الانيشيالز الحروف الأولى بعدها ايه full stop بقى. تمام. Let's find an ATM اختصارات الكلمة ATM اللي هي الايه الماشين اللي بناخد منها الفلوس. ATM so I can withdraw some money عشان اسحب فلوس. In British English خلي بالك بقى دي من حتة مهمة جدا في اللغة الانجليزية البريطانية اللي احنا ماشيين تبع مواصفاتها. الفول ستوب زي ما انت شايف بقى بقول لك فول ستوبز ار بليسد اوتسايد ذا فاينل كوتيشن مارك. بتيجي الفول ستوب بره الكوتيشن ماركس علامات التنصيص. ذا جنرال مانجر سيد في كوما اهي كوتيشنز اهي. خلي بالك بقى الفول ستوب بره يعني الجمله اهي والكوتيشنز اهي
استنى كده الجملة اهي الكوتيشنز الفول ستوب هتبقى بره هنا مش جوه ده طبقا للإنجليزية البريطانية اللي احنا ماشيين عليه. كوتيشن ماركس علامات الايه؟ علامة الاستفهام. يوز كوتيشن ماركس ات ذا اند اوف دايركت كويشنز انتجريتيف سنتنس اند تاج كويشنز والسؤال المزيل. وين ديد اماني ليف فور ذا سوبر ماركت؟ علامة استفهام. يو سيم بيزي ناو، شايف في ايه؟ في كوما اهي وفي علامة استفهام في الكوتيشن تاج اللي احنا لسه قايلينه. اكسكليميشن مارك علامة التعجب اللي هي زي ما انت شايف كده عبارة عن واحد كده وتحتيه نقطة كده. An exclamation mark is used after a command صيغة الأمر interjection or what shows surprise أو التعبيرات اللي بتعبر عن الدهشة. Look out behind you. أنت يا ابني. Look out behind you. بص يا ابني وراك خربيتك العربية تحذيره بص. Look out behind you. She yelled بتصوت وترنديله. ولا خلي بالك. I'm so excited to go to the park tomorrow. بس لو سمحت كده انا مبسوط اخلص ثانويه العامه النهارده. لا انت لسه ما خلصتش. الكلام ده في اخر يوم. هتخلص اول ما بكره اخلص. اخلص يبقى انت في سهره في اثاره تعبيرات التعجب دي. I'm so excited to go to the park tomorrow. What an amazing place. الاماكن الرائعه الجميله دي. ما تخلص وتروح مصيف ان شاء الله. بس شفت. مش بص المصايف بقى فيها اسماك قرش على حظك. انا هتخلص مش هتلاقي مكان تروح تصيف فيه. ربنا معاك بقى. Note, we sometimes use a full stop after command when we don't focus on the interjection. ما بركزش على رد فعل surprise or anger. يعني الجملة الأمرية اللي فيها تحذير يبقى فيها علامة تعجب وفيها خضة كده في الكلام، لكن جملة عادية أمرية مالك اتفضل sit down. لكن ده واحد مش جاي رايح تقعد مثلا في انترفيو مش هقول لك sit down. ايه ده يا ابني بتجعر ليه كده؟ لا اقول لك sit down. جملة أمرية عادية sit down. لكن لو جملة أمرية بقى فيها تحذير look out خلي بالك يبقى علامة تعجب. سيت داون دي عادي جملة عادية. كابيتال ليترز الحروف الكبيرة بقى دي يعني خلاص بقى يعني اقول لك اقعد انا اشرح الكلام ده ما هو موجود الكلام ده بيقول لك اهو يوز كابيتال ليترز تو مارك ذا بيجيننج اوف ا سنتنس بداية الجملة حرف كابيتال. فاكر وانت في رابعة ابتدائيات والمس والمستر يقول لك حط يد احمر مش عارف تبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي فول ستوب في الاخر ايه. يوز كابيتال ليترز ات ذا بيجيننج اوف بروبر ناونز. بروبر ناونز انكلود بيرسونال نيمز الاسماء الشخصية بقى الاسماء العامة انكلودنج تايتلز بيفور نيمز ناشوناليتيز الجنسيات والالقاب واللغات واسماء الدول والقارات وايام الاسبوع والشهور يا ولدي وبابليك هوليديز والاجازات العامه اللي هي مشهوره والجيوغرافيكال بليسز الاماكن الجغرافيه. دكتور شفت اللقب عادل فهمي از كونسلتنت اوف كايرو هوسبيتال هو مستشار مستشفى القاهره. شوف اسماء حاجه مشهوره اهي بص. رامي اند فادي كان سبيك جابانيز اللغه اليابانيه اولزوزي ليف ان ساوث افريكا. شايف يا ولدي حروف. Use capital letters for titles of books, magazines and newspapers, plays and music. Oliver is the main character in Oliver Twist. شايف Oliver Twist اللي هي القصة written by Charles Dickens. Pause or breaks. هنا بقى الكوما بتستخدم لما تجي والسيمي كولون and colon are used to indicate a pause in series. انت بقى بتتوقف هنا كده. Use a comma to show an separation of ideas or element with the structure of sentence. بتفصل. Use a comma after yes or no. بعد yes او no في comma. انت في ابتدائي كده yes و no بعدهم comma. And before please قبل كلمة please بنحط comma. ده لو هي في الاخر لكن بنحط الكومه بعديها لو هي في الاول. وي سمتايز وذ كوما افتر بليز ات ذا بيجيننج اهو يا دي يس اهي يس اتس كوارتر باست 3 سمير. خلي بالك المنادى في الاخر قبليه كوما المنادى في الاول بعديه كوما برضه. كود اي هاف مور كيكس بليز ادي الكوما اهي قبل بليز لكن بليز في الاول كوما ايه بعديها. الكلام ده قايلينه على فكره في الحصص. وي يوز يوز ا كوما بيفور اور افتر ذا نيمز اوف ا بيرسون يو ار سبيكينج تو. بتمنادي عمر You have done an excellent job. عملت أداء جيد على عمر. المنادى في الأول أهو بعديه كوما، المنادى في الآخر قبليه الكوما. Use a comma to separate two complete sentences. هنا لما يبقى في أداة ربط أهو، في كوما في النص. When I was doing the housework وأنا بعمل واجب a stranger knocked on the front door. وعلمت إيه في الآخر فول ستوب أهي برضه. يبقى أداة الربط أهي والكوما أهي فاصلة وفي الآخر الكوما الفول ستوب قصدي. We use commas to separate lists or elements in sentence. بتفصل بقى القوائم اللي أنت جايبها. هدى bought 2 kilos of sugar, comma, a bucket of tea,
كوما a bottle of oil and هيت بين آخر حاجتين. Use commas to separate a list of similar words, adjectives اللي هي حاجات الكلمات المتشابهة والصفات المتشابهة. It's important to write in clear, simple, accurate words. Use commas to separate words or phrases that mark where the voice would boost slightly. الصوت بيتوقف فجأة بالراحة كده. Enter A after transitions بعد أدوات الربط اللي هي عندك اللي هي إيه زي however كده. بص I can't tell you now. مش هقدر أقول لك دلوقتي. وباخد نفسي كده however capital A وبعدها comma. All will be revealed tomorrow. كل حاجة هقولها لك بكرة إن شاء الله. Reveal يعني يكشف سر يعني. Use a comma to separate the direct speech from the rest of the sentence. The comma comes before the quotation marks. حط comma قبل أهو بعد كلمة said وقبل الكلام المباشر. تامر said comma. What the quotation زي أهي. ولاحظ إن الفول ستوب بره طبقا الإنجليزية البريطانية. Use commas to mark non-defining clauses. دي حتة مهمة. Clauses which add extra. اللي هي الجمل الأدوات الربط اللي بتدي معلومات ما هياش أساسية وتبقى معلومات إضافية وفيها comma. The police officer, comma, who arrived after just 5 minutes, comma, arrested the criminal. وقلنا الجمل دي لو تفتكر ماشي لا تستغنى فيها that. Use a comma to set off a tag question from the list of the sentence. الكوما تسبق الكويستشن تاج اهو. She is your sister, isn't she? أليس كذلك؟ في كوما في الكويستشن تاج. Use a comma to separate parts of the date. أو التاريخ. May the 2nd, comma, 2006, comma, was when I graduated. السنة اللي أنا اتخرجت فيها. Put a comma at the end of the direct sentence and the speaker is placed after the sentence. لو بدأنا بجملة الكلام المباشر أهو. I am coming home late tonight. لاحظ في comma وفي quotation marks. ما فيش فلسطوب بين على فكرة. My father said. الكومه فين؟ وبعد كده علامات التنصيص. لو بدأنا بجملة القول اللي اتقالت في الأول. Columns. الكولنز اللي هما النقطتين فوق بعض. Use columns to introduce lists قبل القوائم. بحط كومة. There are three main reasons for the success of the government. في ثلاث أسباب لنجاح الحكومة. آدي الكولون هي. Changing work. تغيير العمل. Determination التصميم. And the patience والصبر. دي قوائم حاجات هيت فأنا حطيت قبلها إيه الكولون. Use a colon between sentence. ممكن بقى دي حتة مهمة ان الكولون ممكن تربط جملتين بس لو الجملة التانية explains بتشرح او تبرر الجملة الاولى زي ما بتدي معنى كلمة because كده. Try to keep calm during the interview. حاول تبقى هادي اثناء الانترفيو. Colon this will cause a good impression. ده ممكن يسبب انطباع كويس. فالكولون دي ممكن تربط جملتين في حالة ان الجملة التانية تشرح او تبرر الاولى. السيميكولون. Use semicolons between two independent clauses linked by transitional expressions accordingly, consequently, for example, nevertheless, so, thus. في السيميكولون دي الكأدوات الربط دي تسبقها السيميكولون زي ما انت شايفها وبعدها كومة. Heavy rain had continued to fall at the airport. المطر غزير استمر في الهطول على المطار في السقوط يعني على المطار. Consequently, شوف دي قبلها سيمي كولون اهي وبعدها كوما. All the flights were cancelled. والسيمي كولون احيانا لوحديها بتربط جملتين وكنت اقول لكم الكلام ده في الحصص. هي بديل زي بط مثلا. نادر سبور او نادر از ريتش عشان ما تقولش نادر سبور وتقعد تقول مستر فقير يا مستر ده انتوا عيال غريب. نادر از ريتش بط هي الساد يا عم. اه والله يعني ربنا العالم. نادر از ريتش بط هي الساد. ممكن اشيل بط واحط سيمي كولون تمام لكن في ادوات ربط اهي accordingly لذلك consequently for example nevertheless so thus زي ما انت شايف اهو يسبقها الكوما السيمي كولون وبعدها كوما consequently apostrophe. الابوستروفي وخصوصا بتاعه الملكيه. use an apostrophe with s to show how own مين اللي بيملك اشياء. This is added after singular nouns. ممكن اسم جمع وممكن اسم مفرد. This is our aunt. ده اسم مفرد مش منتهي بإس فبنحط الأبوستروفي قبل الإس زي ما قلت لك. This is our aunt's house. When a name or a singular noun ends in S. اسم قدرا اسم شخص منتهي بإس ممكن نحط الأبوستروفي أو أبوستروفي تانية كمان بالأبوستروفي إس. أي يعني تشارلز
اهو ده اسم مفرد، اسم شخص كريس لميس، دي اسماء منتهيه باسم بس دي مفرد، اسم مفرد مش اسم جامع، ده اسم شخص. فبنحط له ابوستروف في اس عادي اهي، وممكن نحط الايه اهي، نحطها بعد الاس بس كده وخلاص، نحط ايه الابوستروف. ماي فازر از ات هيز بوس، ادي ايه بص اللي هو رئيس في الشغل اهو، حطينا الابوستروف في اس بارتي. فور بلورال ناونز ذات اند ان اس، الاسماء بقى اللي بتنتهي بجامع فيها اس، زي مثلا ايه مس ليلى از ميكينج هير ها is marking her pupils، بتصحح الايه الحاجه بتاعتهم اهو، تلاميذ، التلاميذ اخرها اس ايه منتهيه باس فحطينا الابوستروفي. بويز اهي بويز، يعني ايه في مش عايز يكتب بويز اهي، بويز تويز محلات اولاد، لعب الاولاد او لعب الاطفال. بويز جيرلز الاسم منتهي باس فالابوستروفي بعديه. وين بلورال ناونز دونت اند ان اس، لو اسم جامع بقى مش منتهي باس بنعامله على انه عادي جدا، يعني بيبل اسم جامع الناس بس ما هوش منتهي باس فنعامله على انه زي المفرد كده، يعني مثلا مثلا تشيلدرن من، من اللي هي كلمه من اهي، من ده اسم جامع مش منتهي باس فما اقول لك من كلوث ملابس رجالي اهي، والكلام ده قايلينه. To make a possessive forms of two people joined by and such are Rami and Samih or Mary and any puts after the second. لما بيبقى عندك اثنين شخصين همت إيمان and أحمد فبنحط الأبوستروفي مع الأخ الأخير الاسم الأخير. وإحنا في حفلة at إيمان's and أحمد's party في الآخر هي حطينا الأبوستروفي مع الاسم الثاني. The apostrophe can be used to show that one or more letter in a contraction have been left out. اختصار حذفت. We will apostrophe اللي دي اختصار will. Won't هي اختصار will not. عشان apostrophe is meeting دي is على فكرة. وممكن تكون يكون has مثلا. ها apostrophe is broken. تصريف ثالث اهوت نادر ابوستروفي اس بروكن هيز ليج مثلا، يبقى دي اختصار هاز. الكوتيشن ماركس خلاص احنا بنخلص اهو. الكوتيشن ماركس علامات التنصيص اللي بيوضع فيها الكلام المباشر. ان دايركت سبيتش وان كلوز ذات سيت ويز ا بير اوف سنجل اور دبل، على فكره ممكن تبقى حاجه واحده يعني ممكن تبقى بشكل واحد. اولزو سنجل كوتيشن ماركس ار بيكامينج مور كومون، يعني بقت اكثر ايه شيوعا يعني. ويلز وائل سيد، خلي بالك في كوما اهي، ادي الكوتيشن ماركس اهي، وخلي بالك الفلستوب بره اهي، وممكن تبقى واحده بس بيقول لك سنجل كده تبقى كده، تخيل يبقى زيها زي الحاجه كده مش شرط اثنين. شي سيد وير از ذا نيرست فينيش، بس خلي بالك بقى مع علامه الاستفهام، علامه الاستفهام جوه مش بره، الفول ستوب اللي بره الكوتيشن، علامه الاستفهام جوه اهي. ام كومينج هوم ليت تو نايت سيد ماي، ها خلي بالك اهو هنا علامات التنصيص اهي. وي كان بوت كوتيشن ماركس اراوند تايتلز مع الالقاب والحاجات اللي هي. هاف يو واتشد ذا فيموس فيلم تايتانيك، خلي بالك هو جايبها واحده اهي 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 تايتانيك، وحاطط لك الاسم بتاع تايتانيك بين الكوتيشن ماركس. وي كان يوز كوتيشن ماركس وين وي منشن ا وورد اور فريز ان ا سنتنس، بقول كلمه او عباره انا عايز اعمل عليها تحديد. وات داز punctuation mean، اهو علامات التنصيص تعني ايه. الهايفن ودي اخر حاجه في ورقه المفاهيم، مش هي مش ورقه ده كتيب. هايفن اللي هي الوصله اللي بتوصل الكلمات زي ما قلنا، والصفات زي ما قلت لك الصفات المركبه وبعض الاسماء. يوز هايفن تو جوين تو اور مور ووردز توجذر انتو ا كومباوند تيرم، تشكل لك بقى اسم مركب صفه مركبه. دونت سيبريت ذا ووردز ويز سبيسز، ايه مش بالفراغ بقى. ماي 8 يير اولد بوي لافز ريدنج، لاحظ بقى ابني الزو 8 سنوات. ماي 8 في هايفن اهي years old ادي هايفن اهي. بوي الصفه دي بيسموها صفه مركبه وسبقت الاسم وفيها هايفن اهي. loves reading، ولاحظ برضو 8 year مش 8 years، واكدنا ده في الحصص. do you have sugar free cookies، ما حكيت البسكويت فيه خالي من السكر. sugar free sugar free sugar يعني السكر، free فاضي، sugar free كونه حاجه خالي من السكر، كون لك صفه مركبه هي ومهيفنه لانها سبقت الاسم. Don't use a hyphen if the compound adjective follows the noun it describes، ما تستخدمش الهايفن ماشي تمام، لا تستخدم الهايفن اذا ما جاش اسم بعدها يوصفه او الاسم جه في الاول اهو. English is widely spoken، ما فيش هايفن ما فيش هايفن، لكن اقول a widely spoken language هتلاقي الهايفن في النص.
use a widely بص اهو يا سلام we use a widely spoken language. ادي الاسم وادي الصفه المركبه هيت ومهيفنه هيت widely spoken. use a hyphen to link prefix بتيجي برضو في المقاطع اللي هي بتاعت اللي بتيجي في اول الكلمه دي. The things الأشياء ديت حدثت before the pre-enlightenment era اللي هي فترة التنوير أو الفترة اللي فيها تنوير في فترة في التاريخ كده ولك فترة العصر اللي كان فيه ثقافة وكده. pre قبل التعبير ده جي بعد هايفن اهوت يعني بتيجي بعد البريفيكسز اللي هي تعبر عن المقاطع اللي بتيجي في الأول. بريفيكس ده عبارة عن حرفين ثلاثة كده بتضاف الأول يضيف لك معنى للكلمة زي ري مثلا ري اللي هي ريبيت يكرر اجين ري ري رايت يعيد كتابه المقطع ده ار اي ار اي ري في مقاطع كده وفي بري دي مقاطع بتضاف في الاول كده تدي الايه تغير المعنى كده يا باشا. جبت لك صورتي اهو كده انتهى من كتاب المفاهيم. انا عملت لك مرور سريع عليه ممكن اكون بتكلم بسرعه بس انا الغرض ان انا اعرفك الخبايا بتاع الكلم المكان اللي انت تروح تبحث فيه عن حاجه جات لك جمله فانت عايز تتاكد من حاجه تعرف ترجع عارف انت رايح فين للحاجه اللي انت رايح تجيبها. وقلت لك مش هتلاقي كل حاجه كامله فيها مثلا في الكوانتيفايرز جاب مش جاب حاجات ما جابش بوث ولا جاب كذا ولا جاب ايدر ولا جاب نايدر جاب حاجات كتير في الباسيف برضو ما هو بيديك خطوط عامه في الكلام المباشر غير مباشر ما ضغطش على حاجات كتير برضو في الازمنه مش هياخد لك على الفرق بين سينس وفور ولا ايفر ولا نيفر جامد ولا اوريدي ولا الحالات الخاصه بتاعت كذا فانت لازم تبقى ملم. وخلي بالك دي وسيله مساعده ليك في الامتحان ما هياش الاسئله اللي تروح تفكر ان انت تلاقي كل حاجه فيها لا الكلام ده مش صح. وبعد ما خلصت اهوت بقول لك تاني صابر واستمر وان شاء الله ربنا يحقق لك اهدافك ودايما ما بملش من الكلام ده انت ان شاء الله ربنا هيكرمكم لاني واثق في ده لان احنا تعبنا وقلت لك والدك والدتك تعبوا في فلوس الدروس وانت تعبت واحنا تعبنا برضو بس بقول لك تاني اتعب عشان ربنا يكرمك. اشوفكم على خير وبالتوفيق في الامتحانات باذن الله. مفيش خوف يا تخافش خليك كده قوي تخافش استقوى بالله كده واستعن بالله وخش خافش من اي حاجه هيحصل لك ايه اصلا هيحصل لك ايه والله لن يحدث لك الا قدر الله. العربي هتلخبط في مش هتلخبط باذن الله ولو حصل وانه جمله اتنين بتاع ما توقفش شوف الماده اللي جايه انا بقول لك فرضا لكن ان شاء الله خير ربنا يا اخي يكرمك وكل حاجات انت ذاكرتها تيجي يا عم. بس بقول لك تاني ربنا تقرب من والدك والدتك دعوتهم تفتح لك الافاق تفتح لك كل يمكن دعوه من والدتك تلاقي كل الحاجات انت ذاكرتها تلاقيها قدامك سبحان الله. اشوفكم على خير هتوحشوني سلام.